بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2، أهلا ومرحبا بكم، ومعكم علواء معلق رياضي محمود بكر. وأحداث الشوط الأول من لقاء النادي الأهلي، 29 نقطة من 15 لقاء، مع نادي سموحة 32 نقطة من 16 لقاء. المباراة بتلعب على استاد القاهرة وهي متأجلة من الأسبوع رقم 14. الفرقتين نزلوا أرض الملعب، سموحة بزيه الأزرق والأهلي بزيه الأحمر. النهاردة لقاء الأهلي يبقى هنبدأ بشريف إكرامي ورامي ربيع وسعد سمير ومحمد نجيب وسيد معوض خط الظهر. نص ملعب أحمد فتحي، تريزيجيه، حسام عاشور، قدامهم الشمال موسى إيدان، وقدامهم اليمين عبد الله السعيد، ورأس حربة واحد عمرو جمال. أما نادي سموحة فبيمثله أمير عبد الحميد، كان عامل مشكلة قبل ماتش الاتحاد. ثم سيد فريد بيلعب النهارده باك يمين، اوكا وشريف حازم في عمق دفاع في السموحه، ثم ايمن اشرف باك شمال. نص الملعب حمودي في اليمين، ابراهيم عبد الخالق وطارق حامد اثنين ارتكاز، وعلاء علي طرف شمال، قدامه شويه وحيد محسن، وقدام خالص هاني العجيزي. بيحكم هذا اللقاء طاقم بقياده ابراهيم نور الدين، وبيساعده احمد حسام طه وسامح الشرباجي. على فكره ده زميلنا معلق جميل من سينا، وبمناسبه سينا بقى بنقول مدير امن هناك متشكرين، استؤنف دوري الدرجه الثالثه هناك زي الدوري الدرجه الثانيه والنجمه، وهناك هيبقى يعني نتمنى ان ما فيش هبوط هناك السنه دي عشان خاطر نديهم فرصه زي ما اللواء حرب ما عطى للسعيد فرصه سنتين ولقينا في السعيد في كوره. نادي النجمه والنادي اي حاجه هناك في سينا ما يتطباش عليه النزول، عشان دي ناس لسه يعني عاوزه وقت عشان خاطر تبدا تندمج ويبدا 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 في الهم اللي هم فيه هناك. والله يكون في عونهم ونتمنى لهم التوفيق، وهم درع الوطن هناك ان شاء الله ودرع الجيش المصري هناك ان شاء الله. ادي قاعده حزينه كده، ما اعرفش ايه الحكايه، بيشرب قهوه ساده. خيري حسن كان لعيب كويس قوي انما مصاب في ظهره، ومن ساعتها ما بيلعبش. كان لعيب كويس قوي وهو في منتخب الناشئين والاسماعيلي، انما نتمنى له الشفاء العاجل. سموحه هيبقى على يمينك والاهلي على شمالك. النهارده بيصاحب الفريق سموحه الدكتور اسماعيل فايد وكيل النادي، وطبعا احنا عارفين المهندس فرج عامر يعني 8 سنين هتطبق عليه، وبعدين احنا بنتمنى اللي يجي بعديه انه يحافظ على اللي عمله الراجل ده، بس مش عايزين غير كده. احنا كاعضاء نادي سموحه يحافظ بس على اللي اتعمل ده، لانه عمل حاجات الصراحه يعني حاجات صعب، وانا بقول صعب ان هي تتعمل، واللي يجي بقى يحسن يعمل ده، ما يحافظ على الكيان الاداري، يحافظ على الروتين اللي ماشي، يحافظ على الملاعب، يحافظ على الاضاءه، يحافظ على الهدوء بجد، يعني على الكافتريات اللي مليانه كل حته. يعني عمل كبير جدا المهندس فرج عامر ومجلس ادارته، يعني بالطبع هم اصحاب هذا الفضل. منتظرين ابراهيم نور الدين حكم اللقاء عشان يصفر ببدايه هذا اللقاء اللي الكل بيترقبه. يعني مش هنقول جمهور نادي سموحه، هنقول اعضاء نادي سموحه، لان طبعا حتى جماهير اسكندريه النهارده مش مع نادي سموحه. واحد يقول لي ليه؟ اقول له اتحاد اسكندريه يا عم سيد البلد قاعد وايه عاوز، انا عارف النتيجه اللي هو عاوزها، يعني يتعادلوا الاثنين ويعني الاتحاد يكسب ماتشينه اللي جايين، رغم ان ما عندوش ملاعب وبيتمرن في الاستاد مرتين بالعافيه، ومره مش عارف ابو قير، ومره في مركز شباب، ومره ما اعرفش، مع ان رئيسه يعني في الاكاديميه، وكان الاكاديميه مليانه ملاعب. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش بصراحه، يعني لازم الناس تفكر تاني في الفتره اللي جايه على الاقل، ان الاستاذ مشال رئيس مجلس الاداره بتاعته يستغل بقى وجوده في الاكاديميه زي ما كان ايام الدكتور جمال مختار الله يديله الصحة، وعز الاباء والمرحوم محمد علي والاستاذ طباخ والعالم اللي كانت مشرفة هناك على الملاعب. كانت ايام جميلة، يا ريت ترجع تاني. صفارة وضربة حرة مباشرة، شفنا المباراة اللي قبل كده لما كان احمد فتحي بيلعب في نص الملعب ظلم، ثم لما رجع في الشوط الثاني في الطرف اليمين عمل الاداء بتاعه. هنشوفه النهارده ايه اللي هيحصل. ادي عمرو وضغط على عمرو، اتخطف كرة من عمرو
وتنزل النهارده. هنشوف علاء علي والطرف الشمال بتاع نادي سموحه اللي هيلعب النهارده على رامي ربيعه. هنشوف السرعه وهنشوف رامي ربيعه هيوقف علاء علي ازاي. هنشوف سيد معوض وحمودي هيحصل ايه ازاي. ده اللي هنشوفه دلوقتي. مباراه فيها نواحي فنيه كويسه. السموحه بيهاجم مش همه. وعلى فكره الراجل ده لازم يغير في الليتوا. احنا حاجات غريبه يعني. ممكن هي فاتحه شويه انما يمكن الحكم يتخيل بحاجه ولا بتاع. ادي حمودي يلعب الكره على طول في نص الملعب ليه يعني عبد الخالق. يلم عبد الخالق ويلعب على طول هناك ناحيه المجهود الرئيسي على سيد معوض. حمودي يغطي نجيب ويدي كتف كده. وهنشوف هتتحسب ايه. هتتحسب طبعا رمي التماس للنادي الاهلي. يبقى المجهود الرئيسي لنادي سموحه كده من اولها اهو. ده لازم يقلع الفانيلا. لان لو حكم اقول له يا عم احمد ايوب ده المدير يعني مدرب كويس لعيب نادي الاهلي السابق لازم يغير فانيلته او يلبس عليها حرمله. انما مع ابراهيم نور الدين مراقب المباراه بقى هنا مره مره بيقعد يعمل ايه؟ يقعد يحلق على اللي بيضرب. انما يبقى ذكي وحاجه بالرابع كمان ما اعرفش. دي مهمات كده لازم اكون انت ابن ملعب بيبان. انما انت ابن كتاب واخد بال حضراتكم بتقرا وتبقى حكم بتبقى يعني ايه؟ يعني الحاجات دي ما تاخدش بالك منها. تتلعب الكوره من شريف حازم اماميه يرد عليها محمد نجيب اللي شكله كده ناوي مباراه كويسه. ودقيقتين وخمسين ثانية يعني ثلاث دقايق من الشوط الأول والتعادل بدون أهداف. وسموحة بادية بداية هجومية حتى الآن لسه ما شفناش النادي الأهلي ولسه ما شفناش عمرو جمال. تتلعب الكورة عند سيد معوض تنزل في نص الملعب عند حسام عاشور لسيد معوض لعبد الله السعيد اللي هيبقى متجول النهارده. واحد يقول لي يعني ايه متجول؟ لما احمد فتحي بيلعب في الحته دي عبد الله السعيد هو حر بيروح بقى. مش انت حر بتاعت الكابتن دكتور مدحت امبارح اللي عمل حلقه كويسه مع المستشار مرتضى والكابتن شوبير؟ لا، يبقى حر بعرض الملعب وبيقدر يروح هنا بيشوت هنا بيعمل هنا وهو اللي بيبقى يكمل مع عمرو جمال. هنشوف عبد الله السعيد الحر النهارده. تتلعب الكوره ادي عبد الله اهو هناك وتتخطف الكوره وياخدها سموحه وتتلعب على طول اماميه هناك. تنزل المساحات السرعه على طول تروح الكوره لوحيد وحيد وحيد يا الراجل. بص هناك على فكره مخرجنا هناك محمد نصر ما تفوتوش الحته دي ابدا. محمد نصر سرح مع حماده صدقي وساب الكوره. مخرج ده انا قالوا لي مخرج هناك محمد نصر قلت الحمد لله. وعندنا عظيم هنا قلت الحمد لله. والنهارده ان شاء الله هيبقى اخراج هنا عندنا عظيمه وهناك محمد نصر. انما عليك واحد يا محمد نصر هناك. تتلعب الكوره وتنزل رميه التماس لسموحه ياخدها حسام عاشور. تنزل في نص الملعب ليه تريزيجيه ضغط في نص الملعب. هنشوف النهارده خناقه في نص الملعب. وهنشوف بالطرف الشمال النهارده علاء مع رامي ربيعه. هنشوف كل انواع المدحره من كلا الفرقتين لان سموحه فقط 9 نقاط اوانطه ورصيده 32 نقطه. زحف عليه الاتحاد 30، زحف عليه الاهلي 29. ولازم النهارده حد التعادل يفيد يعني سموحه شويه ويفيد الاتحاد شويه وبرضه يفيد النادي الاهلي. واحد يقول لا اقول له عنده ماتش زياده. عنده ماتش زياده مع غزل المحله هو الوحيد. كل اتحاد عنده ماتشين تقريبا ويعني وسموحه 3 هو عنده 4. تتنقل الكره ناحيه عبد الله. عبد الله مركز كابتن فتحي مبروك هناك عند سيد معوض وموسى ايدان وعبد الله. الثلاثه بيهدوا في الطرف اللي فيه سيد فريد. انما سموحه بترجع وادي اول تصويبه وادي اول غطس لامير عبد الحميد وضربه مرمى لنادي سموحه. خبطت في ايده. نعم. الاتحاد هيبقى عنده الاهلي والانبي. ما ده لقاء بقى ايه يعني اسكندريه مستنياه. ويعني هنشوف ايه الحكايه بالظبط. هل لمست ايده ولا ما لمستش؟ الحكم بيقول لمست. هنشوف كده يعني بترطيف الجوانتي وضربه ركنيه للنادي الاهلي. ضربه ركنيه للنادي الاهلي وموسى يدان وتطلع من علاء وتصويبه حلوه خاطفه ضربه مرمى لنادي سموحه واحمد فتحي واول تصويبه. الكوره بتتعاد مره ثانيه اهو. ضربة مرمى
للنادي سموحه واحد على طول اماميه من امير حسام عاشور بدماغه تنزل لتريزيجيه ورا لرامي يخش على طول ايمن اشرف كان لعيب في النادي الاهلي واتنقل ايمن اشرف تروح على طول مره ثانيه بره الملعب اهو رميات تماس كتير وادي على طول سيد على طول شريف حازم وايمن اشرف واوكا وسيد فريد خط الظهر لنادي سموحه هنشوف هيعمل ايه وادي رميه تماس اخرى يلعبها شريف حازم وتخبط في عمرو جمال وتطلع رميه تماس لنادي سموحه ايمن اشرف الباك الشمال لسموحه يلعبها على طول اماميه وفاول وضربه حره مباشره لوحيد محسن اهو وحيد محسن بيجي من نص الملعب لغايه دلوقتي ما شفناش هاني العجيزي دليل على ان خط وسط النادي الاهلي حارم سموحه شفنا الطرف الشمال شويه بتاع سموحه انما ما عداش من سيد معوض ادي اوكا واوكا على طول اماميه هناك عند الطرف الشمال بتاعهم يتحرك لها هاني العجيزي ويروح لها سيد معوض وضربه مرمى عاوز اقول ملحوظه هاني العجيزي لعيب تقيل ولو سعد سمير ما خدش باله ممكن يلف بيه كام لفه كده لانه لعيب حريف هنشوف فيه كرات لما تيجي لهاني العجيزي لعيب حريف لازم سعد سمير ومحمد نجيب وفتحي مبروك يقول له خلي بالك الراجل ده بياخد السنتر هاف في ظهره بيعدي بطريقه يعني في ذكاء وفي مهاره عند هاني العجيزي يقدر يشرب اي سنتر هاف مش واخد باله وهدي زقه علني كده حتى هندبول من شريف حازم وادي الفنيلا الزرقاء اللي بتلعب من خارج الخط مع نادي سموحه وعين من النادي الاهلي ولسه ابراهيم نور الدين رغم ان احنا في الدقيقه 8 من زمن الشوط الثاني الاول ولا زال احمد ايوب لابس الفنيلا الزرقاء بتاعه سموحه وبيدير النادي الاهلي. ادي موسى يدان وفوق وضربه مرمى للنادي الاهلي. بنقول للكابتن فتحي مبروك والله زمان مدرب قدير ولاعيب قدير ولما نقول الكابتن فتحي مبروك يفكرنا بعبد الباقي الباك الشمال بتاعه كان احمد عبد الباقي. احمد عبد الباقي ده كان لعيب كبير قوي في نادي الاهلي في ايام هديكوتي وكان فتحي مبروك وحسن حمدي مصطفى يونس واحمد عبد الباقي كان خط ظهر فين هو مش عارفين احمد عبد الباقي فين دلوقتي هو كان من المنيا يمكن عشان من المنيا انما شفنا لغايه دلوقتي كل الناس فتحي مبروك وحسن حمدي ومصطفى يونس ومصطفى عبده والخطيب وزيزو والناس دي كلها ماشيه في الحقل الاداري والتدريبي ما شفناش احمد عبد الباقي يا ترى خير تنزل الكوره لاوكا متخصص الكرات الطويله من الخلف للامام اهو بص حضراتكم ورجليه حلوه وبيجري على طول لنسلها كده بعقل سعد سمير لشريف اكرامي نقدر نقول 9 دقايق ونص ما فيهاش كوره انما فيها حذر وفيها شغل مدربين وفيها ناحيه دفاعيه من الفرقتين اكتر وفيها معركه في نص الملعب اكتر وفيها استخلاص من كل فرقه اكتر وفيها تمرير من ناحيه الشمال دائما لنادي ناحيه اليمين لنادي سموحه وفاول على حمودي داخل وزائق وصفاره من ابراهيم نور الدين وضربه حره مباشره لنادي صح هو الكعب اللي فيه يعني هما الاثنين مدافعين طبعا سيد معوض بخبرته راح مهدي بصوا دي خبره راح مهدي قدامه طبعا خد فاول قانوني ما هي دي الخبره بقى واحد تاني ما يهديش اهو لابس اهو محمد نصري صحي معانا هناك لبس على طول بعد 10 دقايق من بدايه الشوط الاول احمد ايوب في ليله عشان يميز بينه وبين سموحه رميه تماس للنادي الاهلي وطارق حامد تتلعب الكره على طول لسه النادي الاهلي ما عملش الثلاث تمريرات على بعض ونادي سموحه متفوق يعني بحماسه اللي بادي بيه المباراه انما 10 دقايق خاليه من الدسم الفني تماما خلاص يعني مفيش اي دسم خالص او دسم او قول اي حاجه مباراه خاليه من يعني النواحي الفنيه حتى الان لسه امير عبد الحميد وشريف اكرامي ما اختبروش الا في الكره اللي فاتت دي اللي الهوا طلعها ضربه ركنيه مش ايده تتلعب الكوره وتنزل وتروح في نص ملعب على طول بس سموحه اكتر محاولات هجوميه زي ما حضرتك شايفين وادي حمودي اللي دخل في النص ويشوط وضربه مرمى للنادي الاهلي 3 3
البدلاء بتوع النادي الاهلي: احمد علي عبد المنعم، صبري رحيل، وائل جمعه، احمد نبيل منجا، احمد شديد، محمد جده، وسيد حمدي. يعني فيهم برضو كل الخطوط، وتتلعب كوره وعبد الخالق تطول منه وتروح على طول لطارق حامد يلعبها لسيد فريد، سيد فريد يلعبها بره الملعب. بدلاء سموحه: احمد يحيى، معتصم سالم، عبد الرحمن فاروق، هشام فتح الله، حماده يحيى، عبد الله الشحاد، وبابا اركو. وادي الحكم ابراهيم نور الدين اهو، وكلام كده من حقه يتكلم مع اللعيبه. وادي اوكا خد واحده في عينه، يا غصب عني طبعا. دي بقى الحاجات اللي تعكني للمدرب، لان كل يعني اوكا الصراحه في الحته دي يعني خد يعني اتاثر عليه جامد. اسالوا لي انا كنت سنتر هاف، طبعا كل الكره معلقه فوق. شفنا احنا يعني العش لاعب الاسماعيلي اللي اتعور خد 5 غرز قالوا بعديها طبعا، بس من حسن حظه ان هم لقوا شوقي كان شايل خط الظهر، ودي بنهديه للجهاز الفني لمنتخب شوقي. شوقي السعيد ده سنتر هاف هايل، وكره عرضيه مستنيها شريف اكرام، عمل مباراه كبيره جدا شوقي السعيد. وادي بقى يعني حركات محمد نصر المخرج هناك، بيجيب كل صغيره وكبيره، وجايب لقطه حلوه قوي. ليه؟ هي مش حلوه عشان اوكا متعور، انما فنيا حلوه. والاسماعيلي بيلعب السموحه بيلعب 10 لعيبه، هيخش طبعا سيد فريد في العمق الدفاعي جنب شريف حازم، وهيروح ابراهيم عبد الخالق باك يمين، لغايه لما هنشوف حماده صدقي هيعمل ايه بالظبط. تتلعب الكوره و12 دقيقه وداخلين في دقيقه 13، لقاء الاهلي وسموحه، تعادل بدون اهداف، نشاط ملحوظ في نص ملعب، بلا خطوره على مرميين. سيد معوض على طول يلعبها لموسى ايدان، موسى ايدان ولسيد، والعرضيه وضربه راس من تحت لفوق من تريزيجيه، وضربه مرمى لسموحه. الفرقتين عملوا تغيير في الاجهزه بتاعتهم، وضيف فتحي مبروك على احمد ايوب وعلي ماهر وطارق سليمان واليماني، وبنقول محمد يوسف وسيد عبد الحفيظ وهادي خشبه كل الشكر والتقدير، عملوا يعني ما عليهم. بس لازم يتذكروا ان النادي الاهلي اعطاهم الفرصه يا كابتن محمد يوسف. اي نادي تاني بعد مستر هيدوكوتش يقول لك لا لا لا، محمد يوسف ده ما يشيلش الفرقه. ميزه النادي الاهلي انه بيحب اولاده، وحط محمد يوسف، ومحمد يوسف كان عنده حسن الظن ونجح تماما في هذه المهمة الثقيلة. ويتبقى حاجة واحدة بس، أن الكل يعترف بهذا الجهاز، وأن الكل يعترف بمجلس إدارة، وأن على مجلس إدارة له حرية التغيير وله حرية التفكير، ولكن على مجلس إدارة أن يكرم ويقول للناس متشكرين. تتلعب الكورة وتنزل في نص الملعب، ومحاولات من النادي الأهلي فردية يطلعها على طول شريف حازم، تنزل مرة تانية في نص الملعب للنادي الأهلي، تروح لسعد سمير. سعد سمير يلم ويلعبها لمحمد نجيب، انكمش سموحه بعد 14 دقيقه، وبدا النادي الاهلي يزاول مهامه الهجوميه. تنزل الكوره على طول لاحمد فتحي، احمد فتحي ترجع له مره ثانيه، بيلمها ببطء جيد جنبه رامي، يلعبها لرامي، ضغط من سموحه، يتزنق رامي، يلعبها لسعد سمير، يحول الملعب عند نجيب، نجيب هيديها لسعد سمير لسيد معوض، سيد معوض يلعبها تتخطف، ياخدها حمودي. حمودي المناول والبنا بتاع نادي سموحه النهارده، وعليه الامل الكبير جدا النهارده هو وهاني العجيزي، لكن حمودي اكتر. وكوره من طارق حامد تطلع بره الملعب او ترمي تماس. ادي اوكا هينزل ان شاء الله، بس 100% هيعمل ايه مع عمرو جمال؟ زمان عمرو جمال قال لك بس فرصتي في العاب الهوا، انما في لعيبه فدائيين زي بوب الله يرحمه كده اهوت، ما يهموش ابدا، يعني دمنا مش دم. الله يرحمك يا بوبو، كان راجل فدائي وكان لعيب قوي جدا، وكان بيتعور ما يتعورش كان بيلعب. حماده صدقي بيكلم مع ابراهيم نور الدين، ولاول مره بنلاقي حماده يتكلم رغم ان هو هادي جدا جدا في احلك الظروف ما بيتكلمش. تتلعب الكوره ويدوها الاهلي الى امير عبد الحميد، نزل اوكا مره ثانيه، ورجع سيد فريد مكانه باك يمين، وشريف حازم جنب اوكا، وايمن اشرف باك شمال. مباراه ما تلزش حتى الان، رغم ان احنا في الدقيقه 15 من زمن الشوط الاول، والتعادل بدون اهداف، وسيد معوض بدماغه وقلشه تروح لهاني عجيزي، وعلى طول بيتصرف. النهارده انا لو مدير فني في النادي الاهلي اقول لهم خلي بالكم، هاني العجيزي هو مكمن الخطوره مش حمودي.
هاني العجيزي النهارده هو مكمن الخطوره مش حمودي. حمودي اه خطر، انما الراجل ده اللي قدامي ده هو اللي يعني عاوز النهارده يحط يعني بصمه عشان يجددوا له، وهو لعيب كويس بس كسلان. سموحه بدات تنتشر تاني، وادي طارق حامد يلعبها لايمن اشرف، وتروح الكوره لعلاء تتخطف من علاء وترجع مره تانيه من شريف حازم. نص ملعب النادي الاهلي ماسك نفسه كويس قوي، ونص ملعب سموحه ماسك نفسه كويس قوي. وادي الكوره لموسى يدان هيرفع الكرات العاليه، انما هيش عاليه ولا حاجه، يطلعها طارق حامد وتنزل على طول في نص الملعب عندك عبد الخالق. عبد الخالق اهو يلم الكوره ابراهيم عبد الخالق لطارق حامد يرجعها ورا لشريف حازم، شريف حازم يرجعها لامير عبد الحميد. امير عبد الحميد على طول اماميه، حمودي بدماغه وفي صفاره وفاول وضربه حره مباشره لنادي سموحه. زقه كده بخبره في حكام ما يشوفهاش، انما ابراهيم نور الدين حكم صاعد واعد كويس من مقتنيات عصام عبد الفتاح، دي كل التحيه، عامل شغل كويس قوي مع الحكام ومكسب لاي مجلس اداره الصراحه. يعني تتلعب الكوره وتنزل لشريف اكرامي، وبعقل كده شريف ما يشوطهاش لا تخبط في الناس، يلعبها لرامي ربيعه. في لخبطه كده في النادي الاهلي، مفيش كورتين على بعض بيتلعبوا، وتنزل لمحمد نجيب تروح لسيد معوض. سيد معوض على طول اماميه هناك مين يخش اوكا ويطلعها تروح لموسى، موسى ينزلها لاي عبد الله، عبد الله يريحها كده بعقل لحسام، وحسام يلعبها لتريزيجيه على طول لعبد الله يلحقها ويديها لحسام عاشور. اللعب على الواقف تروح لسيد معوض بيقول لهم هرفع لكم خلي بالكم، او هاخده خد خلي بالكم، قطع الكوره في لعب على الواقف. سموحه بتحاول تلعب بالحركه دي مع شايفين حمودي وموسى يدان، وزقه جامده علني جدا من الحكم بيقول العب مفيش اي حاجه، قال له روح يا راجل، ومش في القانون روح يا راجل ديت. تتلعب الكوره وتنزل مره ثانيه في نص ملعب وحشه قوي، تتلعب الكوره من عمرو جمال تروح ل وسام عاشور، في تحرك من النادي الاهلي وكره حلوه قوي لموسى. هل موسى يسند ويلعب؟ يسند ويلعب، انما جامده 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 مغطي ايمن اشرف ويلعبها على حدود المنطقه، وتنزل الكوره على طول لعلاء، علاء يلعبها لوحيد محسن وتنزل الكوره ياخدها النادي الاهلي. الاهلي عاوز يعمل، لا تخد في الزحمه دي، تتخطف الكوره ترجع مره ثانيه في نص الملعب. هجمه لسموحه، هجمه ادي هاني العجيزي، انما برافو على طول احمد فتحي يقطع وتنزل الكوره على طول تتلعب من عبد الله وتنزل الله وفوق وفوق وفوق. عمرو جمال خد هديه رفضها في الدقيقه 19 من زمن الشوط، بص حضراتكم رفضها رفضها، كان واخدها من تريزيجيه، دي كانت عاوزه واحد عنده خبره يحطها، كانت تروح لعبد الله كان يحطها، انما هنشوف. ادي اعاده من محمد نصر، وبيساعدنا هنا عظيم اهو معانا النهارده اتنين مخرجين جمال جمال فعلا، محمد نصر في الملعب ومحمد عظيمه عندنا في الاستوديو هنا، والاتنين كانوا في مودرن، ومودرن بقى ايه؟ بقت سي بي سي وسي بي سي 2 واكسترا وسفره ونمسك الخشب، ويعني تتلعب الكوره وتروح على طول في نص الملعب، وفي لعيب واقع على الارض تريزيجيه، خساره كبيره يجرى له حاجه تريزيجيه، لغايه لما تريزيجيه يعني يقوم ان شاء الله. كابتن فتحي مبروك، وجنبه علاء صادق، والله زمان والله زمان علاء صادق من المديرين الجمال، علاء عبد الصادق طبعا، علاء عبد الصادق يعني من المديرين الجمال، يعني كده الشيسيه بتاعه زي علاء البدري يعني، انما زي حسام البدري، اتنين كانوا طالعين مع بعض والاتنين وزن واحد وطول واحد يعني، والاتنين ما تخيروش عن بعض، واحد في منتخب الوطني الاولمبي حسام البدري، وعلاء عبد الصادق مشى مشوار كبير في انبي، والنهارده يعود مره اخرى للنادي الاهلي. يعني هنشوف وظيفته ايه الصراحه النهارده، هل هي وظيفه مؤقته ولا هتبقى مكان هادي خشبه ولا ايه؟ في امور كده لسه مش معروف اولها من اخرها، نعرفها بعد كده ان شاء الله، يمكن الاعداد يغششها لنا ولا حاجه. تتلعب الكوره وتنزل ويقوم تريزيجيه، والمباراه ما تلزش، و20 دقيقه من زمن الشوط الاول، و20 دقيقه لا تلز ولا تهش ولا تنش، وتصويبه من وحيد محسن اهو، وفتحي مبروك، وعلاء عبد الصادق، وتنبيهات من الكابتن فتحي مبروك. تتلعب ضربه المرمى على طول اماميه، ف
في العمق الدفاع على طول يلعبها، يعني مش شايف انا اوكا بالربط اللي على دماغه، مين اللي بيرجع الكرات الكتيره دي؟ يبقى فدائي قوي. المهم تنزل الكره والاهلي بدا يبقى افضل من سموحه، وبدا يبقى هو الاكثر محاولات هجوميه، وسموحه اصبح دلوقتي ملوش انياب بتاعته. ادي اهو على طول اوكا بيقول لي انا اهو بلعب في نص الملعب، مين اللي راح مكان ورا؟ هنشوف هل هي كره كده ولا لا، وهنشوف. انما لازال الشد العصبي بالنسبه لسموحه والنادي الاهلي حتى الدقيقه 22 اهو، وادي جده وادي جديد قناوي، وهنشوف ايه الحكايه بالظبط واحنا بنلعب في دقيقه 22 من زمن الشوط الاول، والتعادل بدون اهداف، والتعادل يفيد نادي الاتحاد السكندري اكتر ما يفيد الاهلي ويفيد سموحه برضو. انما معركه المربع الذهبي هتكون لاخر مباراه، هتكون لاخر مباراه، لان المباريات القادمه هيقعوا مع بعض، الاهلي وقع مع الاتحاد، وهتبقى هنقول لكم في وقفه كده العمليه ماشيه ازاي، زي برضو المجموعه الثانيه. تتلعب الكوره وعلى طول تنزل لاحمد فتحي يلعبها ناحيه اليمين، ترجع في نص الملعب حسام عاشور، حسام عاشور ينزلها في نص الملعب لاحمد، احمد فتحي تتخطف وياخد ويلعبها ويلم احمد فتحي عاوز يعملها تخد مع عمرو، انما تتخطف الكوره وتنزل في نص ملعب رامي على طول يقطع سيد فريد، انما ياخدها سيد معوض، وسيد معوض ويشوط شوطه كده بره وضربه مرمى لنادي سموحه. سموحه عنده انبي يوم 8/5 يطلع للرجاء المجتهد جدا، وبعدين يفنش مع المقاولين، برضه مباراه شائكه، انبي عاوز يجري ويهرب، والرجاء برضه عاوز يهرب، والمقاولين عاوز يقول انا اهو بعد لما كان هو اهو، والاتحاد السكندري عنده الاهلي يوم 7 وعنده انبي وعنده الجونه. تتلعب الكوره وتنزل على طول يلعبها ابراهيم عبد الخالق، وتنزل في نص الملعب، المباراه ما تلزش، المباراه ما فيهاش نواحي فنيه انما فيها نواحي كده اجتهاديه. ادي على طول، ادي على طول واضح ان ابراهيم عبد الخالق مال على الناحيه اليمين بتاعته عشان يبدا يلحق على موسى يدان، اهو اول حاجه شفناها ليه حماده صدقي، يبقى ابراهيم عبد الخالق هو اصلا باك يمين وملعبه في نص ملعب، وبيخليه يروح يساعد سيد فريد عشان الحته دي بدات يبقى موجود الرئيسي للنادي الاهلي اللي فيها موسى يدان وسيد معوض. وادي كابتن حماده صدقي عملوا له تغييرين في جهازه، جابوا له خالد مصطفى ومحمد سعد بدل محمد رزيق مدرب حراس المرمى والبقري. تتلعب الكوره وتنزل لشريف اكرام، شريف اكرامي على طول اماميه يردها طارق حامد في نص الملعب بصدره على طول اوكا، تنزل على طول في نص الملعب هناك، وعلاء ليه ايمن اشرف، ايمن اشرف، ايمن اشرف، ايمن اشرف، قلش انما لحقها، قلش ما لحقهاش، خد علاء وفي ايه، في فاول وضربه حره مباشره، واقع رامي ربيع على الارض وان شاء الله يقوم سليم، والراجل راح لاعب وزميله وقع على الارض. هنشوف الكره دي مره ثانيه داخل رامي، ومجلي رامي مع ايمن اشرف، ملوش ذنب في حاجه خالص. تتلعب الكوره والاهلي عاوز ينتهز فرصه فركشه سموحه من الخلف للامام، ولا زال الملعب مايل عند موسى يدان طوال ال 24 دقيقه ديت، وسيد معوض تتلعب الكوره ورا لحسام، حسام ينزلها لاحمد فتحي، عاوز يجرب، عاوز يجرب، عاوز يجرب، عاوز يجرب، وضربه مرمى لنادي سموحه من قذيفه، عاوز يلعبها زي ما كان مع حسن شحاته في كوت ديفوار، فاكرين الحته دي كانت ايه الكوره ماشيه ايه؟ وادي التصويبه اهو بيعيدها هناك، وضربه مرمى لنادي سموحه. حسام عاشور بيعيدها مره ثانيه، فرصه هدف للنادي الاهلي في الدقيقه 25 من زمن الشوط الاول. نقدر نقول بعد 25 دقيقه الاهلي افضل، افضل من ناحيه ايه؟ ان هو اكتر محاولات هجوميه، شكل معالم فرقه بتاعت نادي الاهلي باينه. ايه المعالم؟ ان احنا بناخد الكوره نديها لسيد معوض وموسى يدان بيحاول، خلاص معالم، يبقى ده متدربين عليها من ايام محمد يوسف وبياكدوها النهارده. اما سموحه لا هي ماشيه مع حمودي ولا ماشيه مع العجيزي، وملاش اي فكر هجومي حتى الان،
سموحه ملهاش اي فكر هجومي حتى الان، اما النادي الاهلي ليه فكر هجومي قديم من ايام محمد يوسف بيبقى عليه يعني فتحي مبروك النهارده، عشان طبعا اي واحد لازم يعمل كده. ادي حسام عاشور، ولو الاهلي فضل مسيطر كده سموحه ممكن تطلط هدف، تتلعب الكوره وتنزل في نص الملعب على طول ناحيه تريزيجيه، يلم تريزيجيه وعاوز يمشي، انما علاء بيقول له لا ويطلعها شريف حازم على طول، سعد سمير يلحقها، رامي ربيعه وفي منتهى الخطوره، لو واحد عاقل في منتهى الخطوره، انما برافو نجيب يقطع وكاد يجي كده هدف من صديق او من ران صديقه، يعني يعدي تريزيجيه وماشي تريزيجيه وموسى يدان فاضي، انما نص ملعب يقطع عبد الخالق وتنزل الكره في نص الملعب، احسن حاجه لسموحه ان هو ضاغط في نص الملعب، انما ما بيعملش اي اداء هجومي، تتخطف الكوره وتتعمل من عبد الله يطلعها شريف حازم لسه ما نزلتش، يحل عليها عبد الله وسيطر عليها عبد الله احمد عبد الله السعيد، عبد الله تروح لموسى يدان، النهارده مش هو موسى ولا ايدان، موسى ماشي، موسى ماشي وجنب مودي ويلعبها تخبط وتتحول ضربه ركنيه. ضربه ركنيه للنادي الاهلي الاكثر نشاطا، الاكثر محاولات هجوميه ولكن بلا خطوره، الجنب الشمال للنادي الاهلي هو اللي عامل الشغل كله، مفيش اجنب لسموحه ومفيش معالم هجوميه لسموحه، ولا زال سموحه بيضغط بس المعالم الملقنه ليه، نص ملعبه هو اللي بيحاول يفسد المحاولات الهجوميه للنادي الاهلي، وضربه ركنيه للنادي الاهلي تتلعب على طول عاليه عاليه وحلوه قوي، وبدل ما يجيبها من فوق ضربها تحت على طول كده، هي يعني سعد سمير انت طالع من قدام يعني راجل بتجيد العاب الهواء، طب انت ازاي بقى طالع وبعدين تروح ضاربها لتحت عشان انت ما طلعتش، طلوع الالعاب الهواء دي ليها ناسها، وهي جايه امتى هروح لها، امتى هطلع، امتى هصطادها، امتى هحول رقبتي، دي موهبه مش اي واحد طويل كده وخلاص، انت لما تلعب سنتراف ورا ممكن تطلع في اي اتجاه، انما الفيرود او السنتر هاف اللي يجيد العاب الهواء وايضا بيجيد احراز الاهداف دي فن، فن زي على ابو جريشه كده، تتلعب الكوره وعلى طول سيد فريد اماميه، مباراه يعني الواحد ما كانش يتوقع ال 28 دقيقه دي الممله ابدا، 28 دقيقة مملة ما تنمش أبدا إن الفرقتين بيلعبوا على الثلاث نقاط والمربع الذهبي، ما تعرفش يعني أنا ما أعرفش يعني إيه بالظبط، 28 دقيقة يا دوبك تشاش كده تصويبة من أحمد فتحي وما فيش حاجة على إكرامي، ونص ملعب أكننا بنلعب بس في نص ملعب، هو بص سموحة ما بيوصلش إلا في يعني ما فيش زي حضراتكم أهو، يعني اتأخر الراجل بعد نص ساعة إديها له، النادي الأهلي متماسك وبيلعب أداء جماعي وعارف بيعمل ايه، سموحه مش عارفه بتعمل ايه بصراحه ربنا حتى الان، بتلعب الكوره وتنزل حسام عاشور، حسام عاشور يلعبها لعبد الله، عبد الله يلعبها على طول تروح الكوره لعمرو، عمرو عاوز يعدي خد كوع جامد قوي، انما بيقول له طيب مش حسبتليش فاول، طب والله لو وريني يعني هو بصراحه البسطه دي يا ريت محمد نصر يبعتها لنا تاني، الراجل خد كوع جامد قوي بص الحكم مفيش حاجه راح قايم زي ما يكون هيمسك في خناق مين، طارق حامد، طارق حامد ده هديه وكان متاخد في منتخب السنه اللي فاتت، واعتقد انه في حسبان شوقي غريب هذا الموسم اللي هيلعب مع شيلي وهيلعب مع جامايكا، جامايكا دي كانت في الكونكاف يعني مجموعتها اربعه طلعوا، ثلاثه طلعوا بالسعود والمكسيك بالملحق وهي طلعت الاخير باين، بيتميزوا بالعابك، بص حضراتكم خبطه بيقولوا بص اهو بصوا اهو خبطه ومن ايمن اشرف وواقع على الارض وباقي الثلاثي اهو، يعني مين اللي قاعد جنب احمد خيري يعني محمد خيري، المهم دائما محمد نصر بيدور على المدرجات ومدرجات نعم ده مسعد عوض اللي اختار انه يقعد احتياطي، ما انت كنت حلو في الاسماعيلي وهتلعب وجميل في كده لعيبه تقول لك روح لاعب الزمالك، طب ما انت هتقعد خليك قاعد بقى يا عم زي ابو السعود قاعد ومشي وده قاعد ومشي وانت حارس مرمى كويس، لازم وكيل اعمال اي لعيب لازم يديه للحته اللي هيلعب مش الحته اللي هيقبض بس. المهم نتلعب الكوره ونص ساعه من زمن الشوط الاول الممل جدا والتعادل بدون اهداف، محاولات مستمره من النادي الاهلي بس حذاري يا اهلي، السموحه عنده المقدره انه يخطف، هنشوف
ادي محمد نجيب لموسى يدان، النهارده مش موسى، تنزل لعبد الله، وعبد الله حلوه قوي ناحيه الشمال لسيد، وسيد اول كره بالحركه النادي الاهلي، انما مرفوعه وحشه قوي في ايد امير عبد الحميد. امير عبد الحميد حارس مرمى سموح، و 31 دقيقه ويشيل امير الكره اماميه، تنزل عند محمد نجيب وهاني العجيزي، وبيقول العب لانها نزلت على ايد محمد نجيب، طبعا قالك مش قاصد، المهم كل دي بتبقى تقديرات الحكم. تنزل الكره في نص الملعب هناك، تتقطع، تمريرات سموحه كلها مقطوعه، وفاول وضربه حره مباشره على طارق حامد. هما الاثنين لعيبه في نص ملعب صمام امان، كله حسام عاشور مع طارق حامد، الاثنين صمام امان الفرقتين، وبالتالي بيصدموا مع بعض على طول. ضربه حره مباشره لنادي سموحه. انت رامي على طول اوكا لعلاء، يلحق قبل ما تطلع ويديها لسعد السمير، سعد لاحمد، ليه تروح على طول مره تانية لسعد، سعد يلعبها اماميه هناك مش لحد، تنزل عند اوكا، اوكا يلم ويلعبها بعقل في نص الملعب لعبد الخالق. عبد الخالق النهارده حمودي مش هو خالص، كان بيقال انه يعني الاهلي كان طالبه، ويعني طب وري بياضك يا عم عشان يعني الفلوس تكتر، انما هنشوف. رامي ربيعه وتنزل كره في نص الملعب، بدا نص ملعب نادي سموحه يتخلخل، وفاول علني لاوكا، وعبد الله السعيد طبعا سيبوها لي يا جدع، والسع دي بتاعتي انا، ادي اهو فاول كده، هو حته جودو، حته كاراتيه، حته تايكوندو، اي حاجه اقولها، انما فاول يعني 100% صح على اوكا، وضربه حره مباشره للنادي الاهلي بالحته المحببه لعبد الله السعيد. ادي فتحي مبروك، وادي علي ماهر، وفتحي مبروك نسى التاثير من زمان، لا يعني مدرب قدير من ايام الكابتن الجوهري في التسعينيات، فاكرين كاس العالم، وضربه في ايطاليا، وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. هل عبد الله السعيد يفك المباراه عشان يعني يحرز هدف من كره ثابته، ولا ايه بالظبط؟ لان احنا عاوزين كوره لغايه دلوقتي 33 دقيقه ما فيهاش كوره خالص. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي، وحيطه من سموحه، وابراهيم نور الدين حكم اللقاء بيشاور كده، وفتحي مبروك وعلي ماهر بيسمي، و وقت كبير قوي، عندك كارت اصفر تروح هنا اهوت، ما دام عملت كده انت هتدي دارك هياخدوا الخطوه تاني. عبد الله سعيد وضربه حره مباشره في الدقيقه 34 من ضرباته اللي بيحبها على حدود منطقه سموحه، وصفر الحكم ويلعبها تخبط وتغير اتجاهها وتطلع ضربه ركنيه. ضربه ركنيه لنادي سموحه. ادي الكابتن طاهر الشيخ، الله ده بتشرب سجاير، احنا ما سيبناك في الاولمبي ما بتشربش سجاير، من اللعيبه الكبار، وجنبه الاستاذ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، من يعني عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وراهم سمير عدلي، وهنشوف الضربه الركنيه ديت وتتلعب على طول وتطلع بره الملعب، رمي التماس للنادي الاهلي. لازال الناحيه الدفاعيه لسموحه جامده، ولا زال الناحيه الهجوميه للاهلي مش قادر يعدي منها، وادي حمودي ومحاوله هجوميه على طول لسموحه، تتلعب وتنتشار سريع وتروح الكوره لايمن اشرف، ايمن اشرف يقطعها، برافو سعد سمير يقطع برجاله واسع ويعدي وماشي بيلعب حواجز، ومصفر ابراهيم نور الدين في ايه هنشوف، يا رامي ربيعه، وبيقول يعني رجع له الكوره، كان واخد فاول وما ادالوش الفرصة، يعني كان واخد فاول من وحيد محسن، هنا بقى الحكم والحكم، في واحد عنده السنس وواحد مخضوض، ابراهيم نور الدين مخضوض، صفر وضيع الفرصة على رامي ربيع، واتلعبت الكورة وعلى طول أمامية حلوة، فيها فكرة بتريحها لعمرو جمال، آدي علاء هيفضل يجري طول الماتش، هنشوف علاء هيعمل ايه، وبعدين لمودي ويقطع، برافو برافو برافو، يقطع على طول سعد سمير ككرة، اوبا اول، يا سلام انا سلام، هدف، بقول لكم اي حاجه، خلي بالكم من خطوره هاني العجيزي، هو اللي لعبها هو مودي،
هنشوفها مع بعض تاني، وفي ظل يعني هدوء النادي الاهلي، وان المباراه قال لك بتاعتي، يحط حمودي في الدقيقه 36 هدف شركه مع هاني العجيزي في الدقيقه 36 من زمن الشوط الاول، يحط سموحه هدف، لان انا هاجم ان انا عندي الناس اللي تقدر. بص حضراتكم اهو، حمودي يلعبها يقطعها سعد سمير، بص هاني العجيزي خلق منها وراحت الكره لهاني، لعيب كان يشوت انما لم وعملها وراحت مرتين لحموده. شفتوا هاني العجيزي اللي من اول اللعب قلت خلي بالكم الولد ده لعيب، او لام الراجل اللمه بتاعت يعني افريقيا. وبعدين شريكة اكرامي ما هيعمل ايه اكتر من كده، ترد الكره لحمودي يحط الهدف الاول لنادي سموحه في الدقيقه 36، ادي هاني العجيزي شريك في الهدف ده، يشوط اكرامي يصدها، ترد لحمودي المتابع ويحطها في الجون الفاضي. اذا يعني لازم تعمل حساب الهجمات المرتده، ولازم تعمل حساب اللعيب هاني عجيزي، لازم تعمل حسابه، وحمودي لازم يعمل حسابه. مش معنى انت مهاجم يحصل عندك حاله استرخاء، طبعا مش مصدق الراجل اهو من هجمه وحيده في الدقيقه 36 يحرز هدفه الاول بقياده هاني العجيزي، باقتدار هاني العجيزي، ثم متابعه من حمودي ولا يسال شريف اكرامي عليها، انما يعني خطا قاتل في خط ظهر النادي الاهلي اللي مش مصحصح، وفي حركه من حمودي ومكر ومهاره من هاني العجيزي. عشان كده نبدا مباراه من جديد في الدقيقه 36، احنا بنلعب الدقيقه 37. بص حضراتكم اهو الكره لحمودي يديها لمين؟ اي واحد يشوطها بقى، انما لا، لعيب 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 لعبها هنا برضه، لعيب متابع وجود في ظل حراسه من لاعبي خط وسط النادي الاهلي. المباراه هتبدا من اول وجديد، واحنا في الدقيقه 38 تقريبا، وسموحه احرزت هدف لحمودي، وبالمشاركه مع هاني العجيزي يسال عنه العمق الدفاعي للنادي الاهلي بعد استحواذ غير يعني مثمر من نادي الاهلي، ومحاوله دفاعيه من نادي سموحه، وانتهاز فرصه من سموحه واحراز هدف في الدقيقه 36. 1-0 سموحه، ده شيء النادي الاهلي، وتتلعب الكره على طول اماميه سيد معوض، والسرعه هي سلاح اي فرقه. انا مستحوذ وانا معايا الكره على الواقف، خليك واقف، انا معايا شويه سرعه هستغل سرعتي. سرعه سموحه في ان ضرب هوك كده في لحظه جاب هدف، اما النادي الاهلي بقى بيلعب بيتمشى، يعني ودي مشكلته، ما عندوش اللعب من الحركه، اللي بيلعب من الحركه بيبقى خطر، انما هو بيلعب انتشاره في الملعب كويس، بيلاقوا بعض كويس بس على الواقف. رمي التماس للنادي الاهلي اللي ما قدرش ان هو يخترق الجبهه اليمين بتاعه سموحه اللي فيها سيد فريد، ورجع ابراهيم عبد الخالق يعاونه، واللي كان بره بقى ولسه جاي بقول له في استحواذ للنادي الاهلي على مدى الشوط الاول، لكن استحواذ سلبي ما فيهوش اي يعني خطوره على مرمى ابراهيم حميد، في هجمه تتلعب الكوره وفي سهو كده محمد نجيب وسعد السمير، تروح الكوره لهاني العجيزي يرقص فيها نجيب ويثبته ويشوط يصدها اكرامي، ترد الكوره لحمودي المتابع المدافع المتابع يحط هدف المباراه حتى الان. 1-0 سموحه، لا شيء النادي الاهلي، وبنلعب في الدقيقه تقريبا داخلين على الدقيقه 40 من زمن الشوط الاول، وهنشوف الشوط دي كمان انذار اهو من ابراهيم نور الدين، هنشوف لمين. ادي علاء ولمسه يد متعمده فعلا لرامي، رامي ربيعه ولمسه، ادي واضح الهدف على النادي الاهلي، واستاذ عبد الوهاب والكابتن طارق الشيخ، و ضربه حره مباشره لنادي سموحه. فكر بقى طبعا لازم احمد ايوب مع فتحي مبروك مع علي ماهر يبداوا يفكروا هيقولوا ايه ما بين الشوطين، هيغيروا مين، هيدفعوا مين. النهارده النادي الاهلي بيلعب فرد واحد، ما ينفعش فرد واحد دي انتهت. انت تنجح بفرد واحد لو عندك اتنين راس اتنين في نص ملعب بيجوا من خلف الامام، انت ما عندكش، انت معطل احمد فتحي. احمد فتحي ما عملش حاجه، واضح جدا قبل كده انه بيلعب في الحته دي ما بيعملش حاجه، وانت حارم الجنب اليمين للنادي الاهلي. رامي ربيع ما بيقدرش يقوم بالحته دي زي احمد فتحي. هل هيصلحهم الاوضاع في الشوط الثاني زي ما صلحها محمد يوسف؟ برده كان اخطا وحط احمد فتحي في نص الملعب وبعدين رجع في كلامه، ده اللي هنشوفه في الشوط الثاني 100%. وادي فاول على احمد فتحي ضد ايمن اشرف، وضربه حره مباشره للنادي النادي سموحه. هنشوف
هنشوف هل يعني في النادي الاهلي عنده جده، عند سيد حمدي، هنشوف ايه اللي هيحصل بالظبط في النادي الاهلي. هل هيلعب باتنين راس حربه؟ هيطلع مين؟ هيرجع احمد فتحي في مكانه عشان يبقى عنده جنبين كويسين؟ هنشوف ايه الحكايه بالظبط، لان نص ملعب النادي الاهلي كان ماشي كويس لكن بيلعبوا كوره بطيئه. الناحيه الدفاعيه في النص ملعب من الفرقتين كانوا كويسين، انما سموحه اسرع في رتمها لما بتحاول يبقى معاها الكوره. النادي الاهلي ابطا وهو معاه الكوره. ادي علاء، وادي على طول تتقطع الكوره وتنزل لسعد سمير، سعد لمحمد نجيب، اللي كل مره اي حد يروح مرقصه في الحته دي، تروح الكره لسيد معوض، يلم سيد ويعدي بمودي، انما مودي تخبط ويلحقها سيد فريد وتبقى رميه تماس لنادي سموحه. السرعه هي اللي فارقه ما بين السموحه والاهلي. السموحه عندها عنصر سرعه، الاهلي ما عندوش عنصر السرعه رغم ان معاه الكوره، وبالتالي السرعه نفعت النادي سموحه في خطف هدف سريع كده في الدقيقه 36 عن طريق حمودي، ولكن فضل ليها كان يرجع لهاني العجيز. النهارده طارق واقع على الارض، خد يعني فاولات كتيره جدا من حسام عاشور، وحسام عاشور هو محنك وعارف ان الراجل ده العقل المفكر بتاعه هري، فبالتالي يعني ضربه حره مباشره، وادي ضحايا هذا اللقاء حتى الان اوكا تتلعب كوره اماميه ورايا وصفاره، وضربه حره غير مباشره للنادي الاهلي. سامح الشرباجري على فكره زميلنا معلق ومن سينا زي ما قلت لكم في الاول، ومدير الامن هناك كان منع دوري الدرجه الثالثه هناك، سامح الاخر دوري الدرجه الثالثه حاجه جميله، في دوري الدرجه الثانيه هناك به في نجمه سينا، نتمنى ان شاء الله ان هي تستمر ما تنزلش، وحتى لو نزل السنه دي يدوها فرصه زي انديه سعيد محارب كده، يعني اتحاد الكوره يعمل حاجه للتاريخ للتاريخ. النهارده السعيد مليانه كوره، قبل كده ما كان كده على يروح هناك، تنزل الكوره وتروح لاحمد فتحي لحسام عاشور، ولا زال سموحه متفوق في نص ملعب وضاغط على النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيفلفص عشان يعدي بكراته مش قادر لغايه دلوقتي، تنزل الكوره لعبد الله السعيد تطلع بره الملعب او ترمي التماس للنادي الاهلي. نشاط ملحوظ للنادي الاهلي بيحاول انه يجيب هدف التعادل قبل انتهاء الشوط الاول، هنشوف هل هيسمحوا لسموحه ولا لا. ادي عبد الله السعيد يلعبها وتاخد ما راحش وتنزل الكوره وتروح على طول، عاوز يسيبها هيسيبها وسابها ايمن اشرف كمباك في نادي الاهلي، ومشى بقى سرح هنا وهنا وهنا، والكوره طبعا كان مستر جوزيه عاوز اللعيب الجاهز نروح استوى هناك دلوقتي. ادي علاء، وادي السرعه اللي بنقول عليها، تنزل الكره لمودي ومودي يقطع، برافو سعد سمير، بص السرعه بص السرعه بص السرعه بص السرعه، انما دي كره معاده، دي كره معاده يا جدعان، دي كره معاده. محمد نصر بيخمنا، محمد نصر ده كلام، ده كلام والنبي تسيب الماتش وتخمنا باللعبه دي، انما ماشي تتلعب الكوره وتنزل وتروح لموسى يدان، تنزل وتروح مره تانية في نص الملعب، وادي السرعه هاني عجيز يلعب الكره على طول لمودي، مودي مودي وضرب ركنيه. ده الفرق ما بين الشوطين، ما بين الفريقين، السرعه سلاح زي سموحه والبطء عند النادي الاهلي رغم النادي الاهلي مستحوذ اهو. وادي اسامه يوسف كان لعيب في نادي الاولمبي الاقرع ده بيقول اهو، وقفوا على فكره معاهم عبد الماري المليجي وعاطف حنفي مدير كوره وخالد مصطفى ومحمد سعد مع حماده صديق، ده الجهاز بتاع نادي سموحه. ضربه ركنيه لنادي سموحه، نشوف كم دقيقه وقت بدل ضائع، تتلعب الضربه حلوه قوي قوي قوي، انما برافو سعد يطلعها، ده مين؟ ده رامي ربيعه اللي طلعها وتنزل الكوره. السرعه مطلوبه لنادي الاهلي، وكم دقيقه يا عم؟ دقيقتين وقت بدل ضائع، بيعلن عنهم احمد الدليل الحكم الرابع في هذا اللقاء، والنور ولع عندي هنا، وانذار هنشوف انذار لمين، كان في انذار لرامي ربيعه وانذار لمين؟ انذار لاوكا، اوكا خد انذار، يبقى في انذارين، واحد لرامي ربيعه وواحد لاوكا، وبنلعب في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع اللي مدته دقيقتين، وسموحه متقدمه بهدف لحمودي في الدقيقه 36، وادي معتصم وبابا اركو و تتلعب الكوره، وبقول بص بقى هاني العجيزي مزاج، هو لعيب مزاج،
عنده مهاره رد في نص الملعب، ممكن يبقى صانع العاب كويس العجيزي. تتلعب الكوره وصحصح سموحه في نص الملعب، والاهلي لازال بيحاول، انما هنشوف المحاولات تنزل الكوره وتروح، وتقفيل جامد قوي من سموحه، تتخطف الكوره وياخدها ابراهيم عبد الخالق. ابراهيم عبد الخالق يمشي بيها على طول يعني لايمن سيد فريد، وتطلع كوره وبيقول له ضربت في سنتي. وهنشوف ايه الحكايه، لقطه حلوه اهو، تروح الكوره عند عبد الخالق، ياخد فاول من حسام عاشور. ايه هريه النهارده حسام عاشور، فاولات بس فاولات كوره وضربه حره مباشره. ده البقري قاعد اهو جنب حماده سيدي، امال قالوا لي ماشي ليه الكابتن البقري قاعد، امال ليه قالوا لي ماشي. وتتلعب الكوره وتنزل وتروح على طول لنادي سموحه ايمن اشرف. بنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضائع، والكابتن احمد شبير وصل ومعه هيئه محللي سي بي سي 2. النهارده ايمن غايب، ايمن يونس غياب بدون اذن، النهارده موجود الناقد الرياضي حسن السكاوي والكابتن خالد بيومي. وبنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضائع، واحد سموحه ماشي النادي الاهلي، وهنشوف ايه اللي هيحصل. وسرعه سموحه كشفت خط ظهر النادي الاهلي، فتحي مبروك عليه عيب كبير جدا. وعلاء عبد الصادق بيقول ماليش دعوه انا لسه بستكشف، وهنشوف ايه الموضوع في هذا اللقاء، اللقاء المثير مش مثير الصراحه، ولا مثير ولا حاجه، لقاء عادي جدا لا يرتقي الى المربع الذهبي والفرقتين. ويصفر الحكم ابراهيم نور الدين بانتهاء الشوط الاول بتقدم سموحه بهدف احرزه حمودي في الدقيقه 36 من زمن هذا الشوط. اعزائي مشاهدي قناه سي بي سي 2، كان معكم معلق رياضي محمود بكر، واترككم للاستوديو التحليلي كابتن احمد شوير، وهيئه محللي سي بي سي 2 كابتن حسن مسكاوي كابتن خالد بيومي. فالى هناك مع نادي سموحة، انتهى الشوط الأول بتقدم نادي سموحة بهدف أحرزه حمودي في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول. هنشوف يعني تكهنات وهيئة محللي سي بي سي 2 مع تكهنات يعني جهاز الكرة في النادي الأهلي، هل هيكون في تغيير، هل هيكون في إيه بالظبط. نراس حرب هنشوف إيه اللي هيحصل، ده اللي هنشوفه في الشوط الثاني اللي هو بيبقى يعني مصيري بالنسبة للنادي الأهلي في هذا اللقاء، ومصيري بالنسبة لنادي سموحة في هذا اللقاء على المربع الذهبي. يعني النهاردة عندنا إبراهيم علي مدير إدارة الإنتاج، ومحمد عطية مدير الإنتاج، ومعاه محمد فهمي ومحمد وجيه، وكابتن عصام عصران أجازة النهاردة. طبعا رئيس تحريرنا النهاردة وليد عبد السلام، ومعاه المعدين بدوي سعد ومايكل مجدي وليد قاسم محمد حامد، مرسم ملعب مدحت السيد، ومدير التشغيل محمد العشري، ومساعدة المخرج هويدا النجار، ومخرجنا الجميل محمد عظيمة. النهاردة بنبارك للكابتن شبير، بقى جد، مش جد اللي بيلعب، بقى جد شبير النهاردة بقى جد. بقول له سميته الولد ايه؟ قال لي لسه ما سميناهوش. هنشوف بقى الماتش الجاي، نقول لكم شبير سمى ابنه ابن بنته ايه. الف مبروك كابتن شبير باول حفيد ليه. صفر الحكم ابراهيم نور الدين ببدايه الشوط الثاني اللي متقدم فيه سموحه بهدف، وهل حصل تغيير شكل كده المباراه ما حصلش فيها حاجه. ادي موسى يدان يطلع بيها سيد معوض، وسيد معوض يلف كوره انما ما حصلهاش، وتطلع بره الملعب رمي التماس للنادي سموحه. والله مفيش تغييرات حصلت كده، مفيش حاجة حصلت في تشكيل الفرقتين. وادي الكابتن فتحي مبروك سابوه منفردا كده، اكن يعني محدش معاه، انما هو اداها وجود. هنشوف الراجل يعني دائما يعني هو حمال اسيت نادي الاهلي في كثير من المراحل، ياما استعانوا بيه هو وكابتن زيزو. تروح الكورة على طول ناحية الشمال هناك عند ايمن اشرف، تنزل وترجع في نص الملعب، وزي ما قلنا في الشوط الاول وزي ما سمعنا في استوديو التحليلي، السرعه لصالح نادي سموحه اكتر من النادي الاهلي. هل النادي الاهلي هيتدارك نقطه ضعفه في السرعه في التمرير والانطلاق وتغيير المراكز؟ ده اللي هنشوفه. وادي زقه علني من شريف حازم، وضربه حره مباشره لنادي الاهلي. احمد ايوب هيلبس الفانيلا الصفراء مره ثانيه، وادي اوكا واقف اهو، وادي واضح عليه انه متنرفز جدا الراجل، ليه حق تماما. وضربه حره مباشره للنادي الاهلي، ودقيقه و57 ثانيه، واحد سموحه ده شيء النادي الاهلي،
وضربة حرة مباشرة وموسى يدان وصفر إبراهيم نور الدين وموسى يدان. موسى بيشوت تخبط في الحيطة ويقع الراجل على الأرض من قوتها وإن شاء الله يقوم سليم. واقع علاء علي واقع على الأرض وإن شاء الله يقوم سليم. النهاردة الصبح كان في مؤتمر صحفي للسيد حمدين صباحي، كان يعني السيد حمدين صباحي ليه كل الاحترام ويعني محسوب لي ان هو دخل هذه المنافسة ورغم ان فيها نوع من يعني عاوز شغل كتير جدا، انما هنشوف وقفة الكورة مرة تانية. قام علاء علي مفيش حاجة، ادي العجيزة تتقطع منه وتنزل لعبد الله، عبد الله على طول لسيد، وادي الله بس ايه اول كرة فيها سرعة واول ضربة رأس لتريزيجيه واول سرعة تتلعب الكرة على طول اهو لعمر جمال، تتلعب الكرة من سيد معوض واول كرة لنادي الاهلي في المباراة نقدر نقول عليها من الحركة، وعمر بيزاول مهامه عمر جمال وتطلع ويمسكها على طول امير عبد الحميد، تتلعب الكرة وتطلع بره ورمي التماس للنادي الاهلي وموسى جدان لسموحه. سيد فريد ورمي التماس لسموحه على طول تتلعب لعلاء اللي عامل نشاط كبير جه ناحية اليمين دلوقتي، ما نشوف كان ما نقول كده ولا ايه بالظبط اهو. ادي الكره اللي اتلعبت بتتعاد مره ثانيه للعبها عمرو جمال، انما لعبها ضعيفه ما حركش رقبته وما بصش، وادي الانفعال وثلاث دقايق من البدايه الشوط الثاني وواحد سموحه لا شيء النادي الاهلي، وتتلعب الكوره انما في شبه حركه في النادي الاهلي، ويمكن اول تعليمات فتحي مبروك للجهاز يقطع على طول ايمن اشرف، عامل ماتش كويس على فكره طرف الشمال ايمن اشرف، تتنقل الكوره على طول احمد فتحي اللي راح ناحيه اليمين في الحته بتاعته وماشي احمد وماشي احمد، هل هيشيل؟ يشيل احمد، انما تروح الكوره لموسى يدان وبنذيع بطريقه الافلام الابيض واسود منى وحاجات كده، انما كره يعني احمد فتحي كانت ماشيه مش لاقي حد ينفخها. نشاط ملحوظ للنادي الاهلي اللي غير طريقه لعبه فيها سرعه وهنشوف، بس خلي بالكوا سموحه عندها انقضاض قوي من الهجمات القليله. بص حضراتكم ادي مودي يعدي مودي وماشي وعدى على طول مودي والسرعه والترقيصه وتيجي معاه قضاء وقدر ويلم وماشي، انما تطول منه وياخدها نجيب لموسى يدان. موسى يدان يلعبها في نص الملعب على طول ليه رامي ربيع اللي دخل نص الملعب، يبقى وادي الزجيل راح ناحيه اليمين. اذا في تغيير حصل، تغيير اسمه تغيير محمد يوسف، لا فتحي مبروك عمل تغيير، يبدو ان الجهاز القديم قال له احنا كنا في الماتش اللي فات لعبنا كده وعملنا كده فجت كده. هقول لكم ادي اول نشوف الانذار، في انذار الاول لاوكا وفي انذار لرامي ربيعه وفي انذار لعلاء علي لايمن اشرف. كان النادي الاهلي برضو لعب احمد فتحي نص الملعب وبعدين تداركوا الكلام ودخلوه في جنب اليمين بتاعه، هنشوف طلعوا رامي ربيعه في نص الملعب وراح مكانه احمد فتحي، وده تغيير برضو فيه فكر عالي قوي، تتلعب الكوره ويمسكها على طول امير احمد، يبقى احمد فتحي رجع مكان رامي ربيعه ورامي ربيعه جه مكان احمد فتحي في نص الملعب. اول تغيير خططي عمله فتحي مبروك، وتنزل الكره في نص الملعب على طول سعد سمير يلعبها يقطع سيد فريد ويقلبها كده على طول، ونفس النشاط الملحوظ بتاع النادي الاهلي في الشوط الاول واللي بيكن فيه نادي سموحه، ثم بينجح ان هو يتلقى الهجمات ويفسدها للنادي الاهلي، وبعدين يعني فاول صح جدا صفر عليه، صح فاول صح جدا لنادي سموحه وضربة حرة مباشرة لنادي سموحة. الخطورة لنادي سموحة ان هو هجماته سريعة جدا، ولازم الجهاز اللي قاعد بره يقول للناس اللي جوه خلي بالكم من الانطلاقات، مكر هاني العجيزي ومهارته الفنية اللي ثبت بيها محمد نجيب اللي دايما يثبت في الحتة دي كده معرفش ازاي، ثم انطلاقة مودي وانطلاقة علاء، وفي كده يعني كلام ما بين كابتن فتحي مبروك وجهازه هل هيعمل تغيير وهنشوف. تتلعب الكرة أمامية من أحمد فتحي اللي رجع مكانه أو موطنه الأصلي مرة تانية، وتنزل الكرة هناك عند
شريف حازم يلعب على طول أمامية هناك، تنزل عند علاء يلحقها سعد ويديها لشريف إكرام. مباراة فيها هدف لكن هدف جميل، واثنين حراس مرمى لم يختبروا، يمكن إكرامي شال فرصة هدف من هاني العجيزي وردت لمودي حمودي، إنما ما شفناش على أمير حميد أي حاجة تذكر يعني إلى تصويبة أحمد فتحي في الشوط الأول بجول القايم. إنما النادي الأهلي أكتر نشاط، أكتر استحواذ، أكتر حركة، وهنشوف هل دي حلاوة روح ولا هيستمر بيها ولا إيه بالظبط. أحمد فتحي بصوا ما يتنقلش من الحتة دي، الراجل ده يطلع بالكرة عرضية، إنما ما فيش إلا راس حربة واحد فقط عمرو جمال، يبقى لازم إيه اتنين راس حربة. هنشوف، وأدي فتحي قاعد بيفكر وبيبص وبيقول، قام حمادة صدقي وشعر بالخطورة وحمادة قام أهو، وهنشوف ايه بالظبط. وضربه مرمى لنادي سموحه، هجمتين من الاجناب لنادي الاهلي، مفيش حد يلعبها صح في العمق، واحده عمرو جمال في ايد امير عبد الحميد، واحمد فتحي عمل كورتين حلوين قوي محدش تابعهم في العمق، وتنزل الكره وادي رامي وتصيمه ويمسكها على طول امير عبد الحميد، وتريزيجيه اللي شاط الكره اللي فاتت دي. يبقى التغيير اللي عمله فتحي مبروك، تغيير فيه فكر برضو والله، ما طلعش حد انما نزل رامي ربيعه في نص الملعب، وعشان كده نص الملعب بقى فيه حركه عن احمد فتحي، ما هو بيتظلم لما بيتلعب في الحته ديت، فبالتالي رجع لمكانه، بقى فيه حركه من رامي وحركه من تريزيجيه وحركه من احمد فتحي، فبدل الجبهه اليمين للنادي الاهلي تشتغل كانت واقفه تماما، لان مش شغله رامي انه يلعب في الطرف اليمين، انما شغلته يلعب في العمق، شغله احمد فتحي يلعب في الطرف اليمين، فبالتالي بدأنا نشوف يعني خطورة لنادي الأهلي عن طريق الجبهة اليمين، والجبهة الشمال عطلت، موسى يدان مع سيد معوض عطلت مرة تانية، تتلعب الكورة وعبد الخالق يلم، عامل ماتش كويس نص الملعب هو وحامد، تتلعب الكورة وتروح لعبد الخالق يسيبها وتنزل مرة تانية في نص الملعب لهاني العجيزي، صانع ألعاب حلو قوي، يعني بيلعب السلم ممتنع، هو لعيب عالي قوي بس كسلان، لما جه للنادي الاهلي ما عرفش يستغل الفنيله الحمراء، كان زمانه نجم عالي قوي انما كان كسلان برضه، انما هو لعيب كويس. رمي التماس للنادي الاهلي وفتحي مبروك، العائد الى موطنه مره اخرى الجبهه اليمين بتاعته، وعلى طول رامي يلعبها وتنزل الكوره، شريف حازم كان عامل فاول لما يدي الفرصه، تتلعب الكوره عرضيه يمسكها على طول امير عبد الحميد، امير بايده على طول يلعب الكوره لمودي، مودي ماشي ويعدي، كل مره بيعدي نص ملعب ما بيفرملش الكوره هنا، هو بيفرملها انما برده بيفرملها بفاول، تروح الكوره لعلاء وتصويبه من علاء وضربه مرمى للنادي الاهلي. واحد يقول لي ايه اللي حاصل، اقول له نص ملعب النادي الاهلي لازم يهاجم صح مع تحركات مودي وسرعه علاء، لو ما حصلش الكلام ده كل مره هيوصلهم الى خط الظهر والشيف اكرامي. هنشوف نص ملعب سموحه هو اللي بيضغط وبيمسك الكوره وبيقطعها، واللي بيمسك الكوره حامد اهو مع عبد الخالق مع هاني العجيزي اللي بقى فيه صانع العاب. ايه سر ان سموحه بقى ليها شكل ان هاني عجيزي رجع وبقى هو صانع العاب؟ ليها شكل تاني ان مودي بياخد بيقدر يمر، ليها شكل تالت ان طارق حامد ومريم عبد الخالق بيلعبوا في نص ملعب مدافعين جيدين جدا، ده اللي عامل شكل لنادي سموحه. وادي طارق حامد يلعبها على طول لاوكا، واوكا اماميه محمد نجيب وياخد فاول وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. 10 دقائق بتقول ان هي هتبقى الشوط الثاني افضل من الشوط الاول، بيقول كده العشر دقائق الثاني بعد ما النادي الاهلي عدل من اوضاعه، وسموحه متقدمه بهدف وتتلعب الكوره يطلعها على طول حازم شريف حازم وتنزل مره ثانيه. بصوا بقى الجنب اليمين لما فتحي راح هناك، ادي بصوا اتنقلت الكوره ازاي وتتلعب الكوره، سلام يا راجل عبد الله السعيد، احمد فتحي خلق له فرصه، ايه بقى شاط الهوا وفرصه هدف اكيد في الدقيقه 10 او 11، تتنقل الكره على طول، خلي بالكم تتنقل الكره على طول في منتهى الخطوره على النادي الاهلي. اذا النادي الاهلي في الدقيقه 11 نقول اضاع فرصه هدف 100% من احمد فتحي، يلعبها عرضيه يستقبلها وحشه قوي قوي احمد عبد الله السعيد، وفرصه هدف ثاني هو وتصويبه وضربه مرمى. كان فين الكلام ده؟ الكلام ده كان شغل بقى مدربين، خليكم معايا، ما بين الشوطين ممكن مدرب ينايم فرقته،
وممكن مدرب يحيي فرقته. فتحي مبروك وجهازه احيوا مره اخرى اخطاء النادي الاهلي بحاجه واحده، حط احمد فتحي في مكانه الطبيعي وقال لهم على اخطائهم. بدا النادي الاهلي يمسك 11 دقيقه واضاع منه فرصه هدف، وسموحه لا زالت مقدمه بهدف وضربه ركنيه للنادي الاهلي وكره عرضيه عاليه هناك انما بره الملعب ضربه مرمى لنادي سموحه. هنا بيبان كوتش عن كوتش انك تقدر تنزل فرقتك في الشوط الثاني تعمل حاجه وتشوف السلبيات بتروح، راحت في الشوط الثاني برجوع احمد فتحي. والناحيه اليمين اخترقت ايمن اشرف اكتر من مره، وادي زي ما حضرتك شايفين كده اهوت ولاعب الكره، ادي كره الاخيره من تريزيجيه، راح تريزيجيه في الحته دي وراح رامي في الحته دي وراح احمد فتحي في الحته دي، هدم ايمن اشرف وعدوه، وادي لاعب من سموحه واقع على الارض. هنشوف مين اللي واقع على الارض ده، ادي الكره مين؟ سيد فريد واقع على الارض بيقول لهم سيبوني اخد نفسي شويه لان الاسبرنتات جامده قوي، هيقوم الراجل وهو مفيش حاجه، وضربه مرمى لنادي سموحه. نفس الكره اللي كانت في نادي الزمالك بالظبط، هي بتاعه تقدير حكم، الحكم واحد يقول لك لا دي مش قصده، واحد يقول لك قصده، واحد يقول لك ما شفتش، واحد يقول لك انا خايف، يعني حكايات كتيره في الكرات اللي زي كده. تتلعب الكوره وتنزل وتروح على طول لامير عبد الحميد. علي ماهر بيقول للكابتن فتحي مبروك احنا لما كنا مع محمد يوسف كنا كابتن بنعمل كذا كذا، كانت بتيجي حاجه كويسه. ان يعني بيقول ايه الحكايه بالظبط لانه فاهم لعبته اكتر من كابتن فتحي طبعا، وكويس ان فتحي بيسمع وكويس ان في تشاور، ولكن مش كويس للنادي الاهلي ان سموحه متقدمه عليه بهدف حتى الان. وادي علاء اللي عامل لهم مشكله، عامل لهم مشكله في الطرف الشمال هناك، وهنشوف ايه الحكايه مع علاء مع احمد فتحي، هيبقى معركه تانية خالص دلوقتي في الحته اليمين ما بين علاء واحمد فتحي ورامي وتريزيجيه. انما تريزيجيه عامل شغل جامد وفاولات على ودنه، الحكم لازم يصحصح، الحكم لازم يصحصح، وهنشوف يمكن تريزيجيه طلع بالكره دي ودخل بيها وبالتالي رمي التماس لنادي سموحة. رمي التماس لنادي سموحة. تتلعب الكرة على طول، الشوط الثاني أفضل كتير من الشوط الأول، وبصوا بقى خطورة سموحة في الحركة أهو السرعة، إنما ما حصلهاش وما خمسكهاش، فبالتالي لاين زمان ما يشيلش وتروح الكرة لشريف إكرام. أهو يعني فتحي مبروك هو علي ماهر قال له فكرة، ففتحي مبروك بيقول له فكرتين، ودي حاجة كويسة بصراحة ربنا لما يكونوا اتنين فاهمين كورة يقدروا يتكلموا مع بعض. وتتلعب الكورة وتنزل عند سيد معوض، سيد معوض يلم وتنزل لحسام عاشور، حسام عاشور يفتح خلاص المجهود الرئيسي لنادي الأهلي أحمد فتحي وتريزيجيه ورامي، أحمد فتحي وتريزيجيه ورامي، مجهود على طول تتخطف من تريزيجيه وياخدها النادي سموحة اللي نص ملعبه 10 على 10 دفاعيا وهجوميا، اثنين ارتكاز حامد وعبد الخالق، واثنين هجامين علاء وحمودي، وهاني العجيزي يرجع عشان يمسك كرة معاهم، فبدأ يبقى لهم شكل في نص الملعب. ادي موسى يدان اللي ما بقاش موسى ولا يدان في هذا الفريق، وفاول على طارق حامد، ضربة حرة مباشرة النادي الاهلي تتلعب، يقطعها نادي سموح ويبدأ هجمة على طول وتنزل لعبد الخالق يلعبها لحامد، يمشي حامد، يمشي طارق حامد ويلم، يلم طارق ويلعبها على طول في نص ملعب اهو، الاثنين جامدين قوي وحلوين قوي، طارق حامد وعبد الخالق عاملين شغل. ادي هاني الحجازي بقى نزل في نص الملعب، هو حر محدش ماسكه خلي بالكم، يبقى بالتالي هو بقى زياده في نص الملعب عليهم، بصهم هو اللي هيبقى العقل المفكر. هل فتحي مبروك هيتدارك؟ هنشوف ايه الحكايه، يسقط ويبقى بيلعبوا راس حربه واحد، وحمودي بيطلع قدام زي ما انتم شايفين، وبيطلع كمان وحيد اللي طلع راس حربه وحيد محسن، يبقى حماده السيد في الشوط الثاني عمل تريك صغير كده برجوع حازم، برجوع هاني العجيزي في نص الملعب صانع العاب بقى حر، وانطلاق وحيد محسن هو اللي راس حربه دلوقتي مع مودي، عامل السرعه النهارده هو اللي تاعب النادي الاهلي. ادي عبد الخالق وادي ماسكه، راح فين يا عم تعالى وانت رايح فين يا عم تعالى، بصوا بقى السرعه واللياقه والقوه ولصالح نادي يعني سموحه. تغيير هيطلع من هيطلع مين اللي طالع ده؟ بابا اركو هينزل ويطلع وحيد محسن، بابا اركو وينزل وحيد محسن، بابا اركو يا على لقمك
يا حماده صدقي، قال لك المباراه ممكن تبقى بتاعتي، انا نازل بابا اركو، الراجل ده بيمسك الكوره. خلي بالكم اصبح في اتنين بيمسكوا الكوره في نادي سموحه، هاني العجيزي وبابا اركو، وهنشوف نحط عينينا على هاني العجيزي وبابا اركو، الاتنين لعيبه بيمسكوا الكوره كويس قوي. الشوط الثاني حلو قوي قوي، وسموحه متقدمه بهدف احرزه حمودي في الدقيقه 11 في الدقيقه 36 من زمن الشوط الاول، وفرصه هدف وقف وشوط وصد عادي على طول امير عبد الحميد وتريزيجيه، بس ايه عامل ماتش شوط تاني كويس، تريزيجيه عامل شوط تاني كويس قوي وفكر كويس قوي، واتحرك نادي الاهلي كويس قوي، وضيع اكتر من فرصه كويس قوي اختارها بتاعه عبد الله السعيد اللي كان منه للجون في تمريره لاحمد فتحي وشاط الهوا وهو داخل الست ياردات. الاهلي انتفض في الشوط الثاني، ولكن سموحه ممكن يخلص في اي لحظه. واحد يقول لي ازاي؟ لان عندهم اللي يخلص، وعندهم السرعه، وعندهم المساحات في خط ظهر النادي الاهلي. فسعد السمير قال له اوعى يا جدع احنا ناقصينك، ومش عاجبه، وضربه حره مباشره لنادي علاء بيقول سيبوه 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 يا جماعه انا كفيل بيه. ضربه حره مباشره لنادي سموحه. 17 دقيقه، بص حضراتكم اهو السرعه، قال له يا عم تعالى رايح فين يا عم روح، حاجات كده يعني. لقطه حلوه قوي، وبيفهمه يقول ايه للراجل بتاعه، وتعاون تام ما بين الكابتن فتحي واحمد ايوب وعلي ماهر، يعني تفكير عميق، بس ما يستاهلش كل الكلام ده كله، دي في لحظه يعني، انما هنشوف. ضربه حره مباشره لنادي سموحه، تتلعب على طول من علاء ويطلعها سعد، وعلى حدود المنطقه بيحاولوا يستلموها، تستلمها طارق، وده لعب بالخالق، اتنين هفات ايه بنهديهم لشوقي غريب اللي هو كان مدربهم قبل كده، ورايا وصفاره. شفتم الاهلي هاجم 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 هاجم، وفي هجمه صغيره الخطوره على النادي الاهلي كده، ادي بابا اركو، وادي كوره، وادي اللي عجنها، انما فعلا رايا وصفاره صح. تتلعب الكوره وتغيير موفق جدا لحماده صدقي بنزول بابا اركو في توقيت مظبوط جدا، وتتنقل الكوره ويمشي وتروح ناحيه اليمين، تنزل وتتلعب كوره عرضيه هناك، يطلعها على طول شريف حازم، وتصويمه في ايد امير عبد الحميد. مش ملاحظين حضراتكم كلمه امير عبد الحميد؟ امير عبد الحميد يبقى الاهلي وصل هناك. مش ملاحظين تريزيجيه؟ تريزيجيه يبقى تريزيجيه واخد واجب عمليات كويس، وهنشوف النادي الاهلي هينزل مين، هينزل جده، جده بيستعد. طب هيقول لي مكان مين؟ هيقول لي مكان مين؟ انا لو منه النهارده اشيل موسى يدان، معرفش مكان، انا بقول يشيل موسى يدان لانه طرف النهارده نايم، وبالتالي اودي عبد الله السعيد مكانه طرف شمال، واشيل موسى لانه النهارده يبدو ان موسى واكل اكله ثقيله، وانتوا هتلعبوا باتنين راس حربه. هنشوف ايه بالظبط فكر جهاز الكوره، ولا زال علاء عبد الصادق انا مش معاكم. تتلعب الكوره وهنشوف مين اللي هيطلع، يطلع موسى يدان، يا سلام، يطلع موسى يدان وينزل جده، جده نزل مكان موسى يدان، تغيير الصراحه فيه خبره بتاعه فتحي مبروك النهارده بيمخخ كويس قوي. يطلع موسى يدان وينزل جده، ويبقى اتنين راس حربه للنادي الاهلي، جده وعمر عمرو جمال، وتتحلو المباراه. والاهلي خلي باله انت مفتوح من ورا، الشعار النهارده خلي بالك ان سموحه بتعمل لك فخ، انت مفتوح من ورا ومش قادر تصد النص الملعب زي كده، ولكن نشاطك ملحوظ في الشوط الاول، الشوط الثاني كويس، وضعت فرصه التعادل، فخلي بالك. علاء عبد العال يلعب كوره هناك وطالع على طول اكرامي ويمسكها. 20 دقيقه من زمن الشوط الثاني الجميل، لازال سموحه متقدم بهدف احرزه حمودي في الدقيقه 36 من الشوط الاول. الاهلي افضل كتير في الشوط الثاني من الاول، حصل تغيير داخلي وتغيير خارجي، عبد فتحي رجع مكانه، طلع رامي في نص الملعب، عمل نشاط، وتريزيجيه راح ناحيه اليمين، هدوا في الحته الشمال بتاعت سموحه واخترقوها، وعملوا كام كره عرضيه ضاعت منها فرصتين. النهارده بعديها نزل جده مكان موسى يدان، بقوا اتنين راس حربه، وعبد الله السعيد يجي مكان موسى يدان طرف شمال. حاجات حلوه من فتحي مبروك جميله، هنا الفرق بقى، وتتلعب الكوره وتروح على طول ناحيه الشمال، كوتش وكوتش، تنزل لسعد سمير، تتلعب الكوره وهجمه للاهلي، تنزل في نص ملعب تريزيجيه عامل مجهود كبير قوي، تروح لحسام عاشور من رامي، حسام عاشور بينيه لعبد الله،
عبد الله، عبد الله على طول لسيد معوض، سيد معوض يقول له ما تدينيش اهو، يلعبها تاني وتروح لعبد الله، عبد الله عاوز يرفع، عاوز يعمل خد مع حسام عاشور، وحسام عاشور يلعبها لسيد، وسيد يا سيد وسيد يا الله على عبد الخالق، ينطر الكرة والراجل مستنيها. معركة معركة وتصميم من أحمد فتحي وعلاء، وقوة جامدة جدا وغيظ جامد جدا، ومعركة أهلي وزمالك أهو، وهيطلع بره طوعه وبعدين ياخد إنذار، ياخد طرد، والنادي في عرض لعيب. أحمد فتحي علاء تعبه جامد قوي بسرعته، واحمد فتحي عامل ماتش شوط تاني كويس قوي، ويا لازم يمسك اعصابه، وشريف اكرامي بيفوق نفسه زي ما حضراتكم شايفين كده، لان معلوش خطوره، والخطوره اللي عليه بتيجي جامده قوي من خط دفاعه. تنزل الكوره وسعد يلعبها لحسام عاشور، حذاري للنادي الاهلي من المساحات الفاضيه دي كلها، حذاري مره تانيه للنادي الاهلي في المساحه الكبيره اللي في خط ظهره. هنشوف تتلعب الكوره، سموحه بيرد في نص ملعبه 10 على 10 زي ما حضراتكم شايفين، والاهلي زاد كتير في نص ملعب النادي سموحه، وناجح الى يوصل اكتر من مره على حدود المنطقه، ولكن سرعه وقوه مدافعي وخط وسط سموحه منعينهم حتى الان من ان هم فرق قوه، فرق سن، فرق يعني سرعه. فتحي مبروك بيشجع، وواحد سموحه نشئ النادي الاهلي، 22 دقيقه من زمن الشوط الثاني، فرصتين راحوا من النادي الاهلي، فرصه اكيده لعبد الله السعيد وهو في حلق الجول داخل ترداد من كوره لاحمد فتحي يضيعها يشوط الهوا، ولازال سموحه بيلعب بان هو يعني يضرب ضربات يعني متباعده، ولكن متحكم في نص الملعب، متحكم دفاعيا، وادي اهو مين اللي نايم هنا على مين، هنشوف تتلعب الكوره وتنزل وتتقطع وتروح على طول لحامد، وحامد يلعبها وضغط من نجيب تتقطع تروح لبابا اركو، داهيه الراجل ده، داهيه جامد، وعنده المقدره انه يعدي، وعنده المقدره انه يشوط، وهداف في اتنين داهيه وخبره، هاني العجيزي وبابا اركو، رمى حماده صدقي بابا اركو في توقيت صح جدا، خطاف، وهاني العجيزي خطاف، ولازم النادي الاهلي ياخد باله، النتيجه واضحه على الكابتن طاهر وعلى الكابتن عبد الوهاب، وهنشوف ايه المباراه بالظبط، لسه بدري بدري، نلعب في الدقيقه 23 من زمن الشوط الثاني، انا بقول لسه بدري بالنسبه لاي مجلس اداره، لسه بدري، مشوار طويل طويل لسه طبعا، يعني رمي التماس لنادي سموحه سيد فريق، ورمي التماس لسموحه، تتلعب الكره على طول تنزل لحامد طارق حامد، و تنزل على طول ناحيه الشمال عند ايمن اشرف اللي اخترق في الشوط الثاني وخد الكوره ايمن وبيشيل كويس قوي وماشي الراجل وبيرفع الكوره وتخبط وتبقى ضربه ثانيه. بصوا نادي سموحه عامل زي الملاكم اللي يعني ياخد هجمات الضربات في الكلابز ثم يفرد تك 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 يخلي الراجل الثاني اللي قاعد باين اللي هو ماسك وبتاع سيد حمدي بيقول فيها يا جدعان. المهم هجمه خطره لنادي سموحه وتطلع ضربه ركنيه. مباراة حلوة قوي في الشوط الثاني يا جماعة، ولا زال الأمور يعني على الخط فيها يعني أو دي معادة. المهم ضربة ركنية لنادي سموحة، ضربة ركنية لنادي سموحة تتلعب الكرة على طول عالية عالية، ومفيش أوفسايد من بابا أركو لأن كان متغطي، لو هو واخد باله كان لف وسط إنما وكان فاكر نفسه أوفسايد. تروح الكرة لشريف إكرامي، أحسن 24 دقيقة في المباراة، الشوط الأول لا يحتسب إلا الهدف الجميل اللي جه، ولكن الشوط الثاني في شغل مدربين، في شغل لاعبين، في هدف لسموحة في الشوط الأول في الدقيقة 36، في فرصة هدف راح من عبد الله السعيد من النادي الأهلي، في حيوية والشباب في سموحة، في محاولة خبرة من النادي الأهلي بتحاول إن هي تكسب الشباب والحيوية في نادي سموحة. شايف أنا وائل جمعة بيستعد عشان ينزل، يا ترى هينزل، يمكن في حد يتعور في الكرة اللي طلعت ضربة ركنية دي، هنشوف. تنزل الكرة لسعد، سعد يلعبها لاحمد فتحي لتريزيجيه، عامل ماتش كويس قوي تريزيجيه، تتلعب الكوره وترجع لتريزيجيه مره ثانيه اللي واخد الجنب اليمين ده، ترجع لاحمد لسعد سمير، سعد سمير احسن حاجه لسموحه بتضغط حلوه قوي وخطوطها متقاربه زي ما حضراتكم شايفين وبيلاقوا بعض، تتخطف الكوره ويلعبها طارق حامد على طول لسيد فريد وتنزل في نص الملعب، ضغط من حسام عاشور وتروح الكوره على طول لعبد الخالق، عبد الخالق وحسام عاشور يعدي حسام انما ياخدها حسام، تنزل مره ثانيه لسيد معوض، سيد معوض يتشد
يتشد من حمودي ويمشي وياخد فاول وسيد يقول له يا اخي راعي سيدني يا حكم، انما ضربه حره مباشره للنادي الاهلي بعد فلفصه وشد وجذب بين سيد معوض وحمودي وطارق حامد مره اثنين ثلاثه والاخر فاول وضربه حره تترفع وهدف هدف عبد الله السعيد تقريبا هدف المخرج هناك سرح في الكره اللي فاتت ديت واتعبت الضربه الحره مباشره وعبد الله السعيد هدف جميل 1-1 الشوط الثاني بيقول كده والشوط الثاني بيقول كده ان اهو بص حضراتكم اتلعبت الكوره على طول وتروح الكوره هي دي حتته ويشوط وبند وتنزل ايه حكايه البند دي بندات وبند في الارض وعبد الله السعيد يعني عوض فرصه الهدف اللي ضيعه وعلى طول يتضرب الكوره في الارض وما خدش الخطوه امير واحد وادي اهو يعني تنفس الصعداء فتحي مبروك وجهازه وعبد الله السعيد يعوض الفرصه الهدف اللي ضيعها في بدايه الشوط الثاني بهدف جميل 1-1 النادي الاهلي 9 أهداف للنادي لكن جون انطوي 11 هدف لازال متفوق جون انطوي على عبد الله السعيد 10 اهداف وباسم لاعب الانتاج 9 أهداف 1-1 والمباراه على صفيح ساخن وواحد يقول امال الاهلي كان في الشوط الاول ايه؟ هقول لكم ما بين الشوطين دي بقى فرق كوتش بصراحه ربنا لازم نقول كده في كوتش ينيم الفرقه وفي كوتش يحيي الفرقه وانا لو فتحي مبروك دلوقتي اقول لو انا من فتحي مبروك اقول لفتحي ادي الهدف اهو اقول احمد فتحي خلي بالك يا احمد مش ناقصه اهو 1-1 وفي الدقيقه على طول 25 من زمن الشوط الثاني يحط النادي الاهلي هدفه عن طريق عبد الله السعيد في الدقيقه 26 الشوط الثاني 1-1 تريزيجيه عمل فرق كبير قوي في الجنب اليمين ده وزي ما يكون هدم في الحته بتاعت ايمن اشرف تك 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 عدوا منها وريحهم سيد معوض التغيير الثاني اللي عمله يعني جهاز الكره بيقاد فتحي مبروك الصراحه يعني طلوع موسى يدان ويعني يجي عبد الله السعيد في حتته هنا وبالتالي نجح السيطره رايا وصفاره وضربه حره غير مباشره للنادي الاهلي تغييرات داخليه وخارجيه النادي الاهلي استعاد بيه مره اخرى زمام الامور وفي تغيير اهو اللاينزمان بيقول اللاينزمان احمد حسام طه يا ترى مين اللي هينزل هل من الاهلي ده من سموحه رقم 7 من سموحه هشام فتح الله هينزل مكان مين هل هينزل مكان هاني العجيزي ولا هينزل مكان حمودي مكان عم حمودي طلع حمودي ونزل مكانه هشام فتح الله هشام فتح الله نزل ورقم 7 وطلع حمودي تغيير برضه في محله لان مودي ركن ومالوش اي حاجه غير الهدف اللي عمله الصراحه يعني انما كلعب وكا 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 مفيش ابدا لحمودي في هذا اللقاء غير الهدف ونزل هشام فتح الله مكان حمودي وادي المليجي الاداري بتاع نادي سموحه عبد الله المريجي بيكتب ايه؟ بيكتب تغيير تاني ولا دي لقطه عكسيه ولا ايه؟ المهم نزل هشام فتح الله وطلع حمودي 1-1 في شوط تاني جميل ما بين نادي الاهلي ونادي سموحه وادي الجنب الحلو اللي في شوط حماده صدقي لازم يقفل ما قفلش هنا الفرق في اطرد باين عم مليجي اطرد هي ناقصه عم مليجي يعني عبد الباري اتطرد عصبي قوي عبد الباري مليجي بس ايه اداري ايه حافظ اللوائح ايه صم اطرد المليجي من جنب حماده ولازم حماده يقوم يفكر اختراقاته ديت هتكلفه غالي لازم يتدخل في مباراه حماده دلوقتي التدخل بتاعه ان يسد الثغره الشمال بتاعته اللي هناك هل هيسدها بهشام فتح الله ده اللي هنشوف الاهلي هاج وماج وتتلعب الكوره باظه من سعد سمير وتتنزل الكوره على طول ماشي وفاول علاء النهارده عامل مشكله فرق السرعه رهيب
وسعد السمير بيلعب هنا شويه وهنا شويه، يمرر مره لحسام عاشور ويمرر بره لبتوع سموحه وانذار لمين وزمر اخيرا بص والنبي لحسام عاشور. حسام عاشور اذا يعني النادي الاهلي نادي كبير، الملحوظه الكبيره ان لازم يا كابتن تسيطر على نفسك لانك انت الخبره، واذا كنت انت بتعمل كده من الناشئ ازاي اهو الراجل زقه زقه علني اهو وانت كمان مكمل عليه. وهو الصراحه الانذار المفروض لسعد اهو مش ل ده مديهوله باثر رجعي يعني سعد سمير هو اللي ياخد انذار وعبد الله المليجي بيعترض وهو فوق بيعزف كده او بيغني في المسرح لوحده المليجي اداري لنادي سموحه. 1-1 و31 دقيقه من زمن الشوط الثاني، واي فرقه تحط هدف الفرقه الثانيه وده جمال المباراه، ولكن النادي الاهلي جماله في الشوط الثاني انه استعاد نفسه مره ثانيه، بس فرقه سموحه فرقه رزله عندها اللي يخلص في اي وقت. هنشوف ضربه حره مباشره لنادي سموحه وهاني العجيزي من اللعيبه اللي بيشوطوا كويس، هاني العجيزي وضربه حره مباشره لنادي سموحه. ضربة حرة مباشرة لنادي سموح وهاني العجيزي وشريف إكرامي، شريف إكرامي يطير ويطلع الكورة بره ولا خبطت في القايم ولا إيه بالظبط هنشوف. تطلع الكورة خبطت في القايم من بره، بص حضراتكم لفت 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 وفي القايم وتطلع، يبقى في الدقيقة 32 ينقذ القايم فرصة هدف لسموحة من كرة لعبها هاني العجيزي من ضربة حرة مباشرة. هنا الخوف على النادي الأهلي من الكرات دي، محمد نجيب وبابا أركو، ومحمد نجيب طلع بالكرة بره ولا دخل، ما طلعش ولا دخل وتطلع كرة بره ملعب رمي التماس لنادي سموحة. المباراة مفتوحة كده وعلى الملأ وتغيير تاني هنشوف مين اللي هيغير مين. هات يا عم المخرج، ادي هاني العجيزي والكرة الحلوة قوي 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 وبيجيبها مرة تانية، بس نشوف مين اللي هيجي، مين اللي نازل اذا كان في نازل. هيطلع تريزيجيه عمل مجهود كبير قوي تريزيجيه، ومين اللي هينزل؟ اللي هينزل سيد حمدي، يا مجازفة مجازفة مجازفة، سيد حمدي هينزل عشان يلعبوا بثلاثة فراودة عمرو جمال وجده اللي ما شفناهوش الصراحة خالص ساعة ما نزل وعمر جمال، ثلاثة فراودة هيلعب بيهم فتحي مبروك في مجازفة في نص الملعب، نص الملعب هيبقى فيه رامي وحسام عاشور لوحديهم وبيلعب بثلاثة فراودة، حتة بقى إيه؟ يعني لو الجوهر الله يرحمه عايش يقول له لا أنا ما علمتكش كده، ده أنا راجل إيه؟ راجل اللي ما يخشش فيها جون بس أخطف تتلعب الكورة وهنشوف فكر فتحي مبروك بالمجازفة عاوز استقاط بس مش كده، واحنا في الدقيقة 33 ونزل سيد حمدي ونزل جده وعمرو وعبد الله السعيد احرز هدف التعادل في الدقيقة 26 من هذا الشوط، وحمودي اللي طلع كان حط هدف الأول لسموحة في الدقيقة 36، والمباراة على صفيح ساخن وهنشوف إيه الحكاية دلوقتي في هذا اللقاء اللي الشوط الثاني لقاء كورة بصحيح، أما الشوط الأول فأي كلام. كل فرقة ناقص لها تغيير واحد وواحد واحد وشوط تاني جميل. هنشوف النهارده مدير اداره الانتاج ابراهيم علي ومعاه مدير الانتاج محمد عطيه ومحمد فهمي ومحمد وجيه وعصام عصران اجازه رئيس التحرير وليد عبد السلام، وادي حته كده غطس هنشوف دي كلها كرات معاده قديمه الصراحه يعني، طبعا احنا عبد الشاشه اللي قدامنا احنا بنضطر نتخم في الاول وبعدين نشوف اللي هي ضربه حره مباشره للنادي الاهلي تتلعب على طول عاليه 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 والراجل داخل ويفاجئ بيها رغم ان هو لو خد على صدره كان دخل بيها اللي هو مين اللي محمد نجيب، طب طالع ليه عم محمد معرفش، تتلعب الكوره عند سعد وسعد يرجعها على طول لشريف اكرامي، شريف اكرامي ينزلها على طول لحسام عاشور اللي كان راجع ورا مكان محمد نجيب اللي كان طالع عشان في الضربه الحره المباشره، ادي كرة توصل مره ثانيه لحسام عاشور في خطوره على النادي الاهلي في نص الملعب، نص الملعب كده ممكن يستحوذوا سموحه هنشوف، ادي مراقب مباراه يا ترى مين مراقب مباراه، وادي عاطف حنفي مدير الكوره وادي كونسولتو ما بين مين مراقب المباراه والحكم الرابع احمد الدليل، وفي توتر على خط المرمى بره على خط التماس بره وعلى طول هجمه
للنادي الاهلي تتقطع وتنزل في نص الملعب لحسام عاشور، عامل شغل كويس قوي الصراحه. ساعات يبقى مشروع وغير مشروع، انما ودد في نص الملعب. سيد معوض اللي انتفض في الشوط الثاني، عبد الله السعيد لحسام عاشور. دايما يعني الفرق الكبيره بتنتفض، يعني شفنا الزمالك انتفض مع الاسماعيلي في الشوط الثاني واستحوا، و رغم ان عنده ثغرات كتيره، انما الفرق بتاعه البطوله يعني ما بتتغلبش بسهوله، او نتائجها دايما بتدافع عن كيانها. النادي الاهلي بيدافع عن كيانه في هذا اللقاء في الشوط الثاني، دافع ونجح ان هو يستحوذ، ونجح ان هو بالتغييرات الداخليه والخارجيه انه يحرز هدف التعادل. بس حذاري ان فرقه سموحه فرقه رزله، يعني تقدر تخلص. هنشوف ادي هاني وتتلعب الكره ناحيه الشمال عند ايمن اشرف، يلم ويديها على طول لفتح الله، هشام فتح الله اللي نزل، تنزل الكره لهاني. هاني بيبص لباب اركو، الاثنين لقمه وعاوزين يلعبوا هما الاثنين مع بعض، انما محضن سعد ويرجعها احمد فتحي لشريف اكرام. شيء 35 دقيقه من زمن الشوط الثاني، وبقى على انتهاء الشوط الثاني والمباراه حوالي 10 دقائق غير الوقت بدل الضائع. يعني الاهلي 1 وسموحه 1، والمباراه على صفيح ساخن. وقام فتحي مبروك زي ما احنا شايفين كده، وهل في تغيير ولا هل في تعليمات؟ وادي واقع على الارض شريف حازم لاعب نادي، وعمر جمال الاثنين خبطوا في بعض. عاوز اقول بمناسبه المؤتمر الصحفي اللي عمله السيد حمدين صباحي، اي رئيس من الاثنين عاوز يقول هعمل، ادي الهدف اللي اهو، لازم يقول هيجيب الفلوس منين. ما اقولش هعمل وهعمل وهعمل، طب هتجيب الفلوس منين؟ لازم تقول لنا هتجيب الفلوس والدعم فين والميزانيه ايه وهتدين اللي على مصر هيبقى ازاي. انما حدي شباب، طب هتجيب فلوس منين؟ لازم بقى الناس تبقى مصحصحه، ولازم تعرف انا ديون الفلاحين هشيلها منين، هتديهم منين، هتعوض منين كده، يعني صراحه ربنا يعني، عشان تبقى الحاجات عمليه. اقول كده واقول هعمل ايه، اما اجي اشتم اقول مش عاوز امريكا، طب انا هروح فين؟ مين اللي هياخدني؟ مين هبقى مين؟ هبقى محايد خالص، مفيش حد يوعيك في العالم، لازم يبقى معايا وعليا كده، يعني لازم الامور تبقى واضحه. عموما يعني بنحيي الكابتن السيد حمدين في ان هو نازل معركه، وتحسب ليه في ان هو نازل هذه المعركه، ورايه وصفاره وضربه حره غير مباشره لنادي سموحه. يعني احنا شفنا المشير السيسي لما امريكا لعبت عليه راح روسيا، الناس رحبت، اذا لقى جنب ولقى ناس، ولقى ناس بترحب وناس. ادي الدكتور اسماعيل فايد قاعد يعني مقفهر، مكين نادي سموحه، ويعني مقفهر وجهه، انما هنشوف ايه. والاستاذ عبد الوهاب قاعد، ادي بقى عضمة الزارة دائما بيحترقه، وشايف انا مانجا هينزل، هل هو اوانه في هذا الشوط ولا ايه بالظبط؟ هنشوف. مجهود كبير جدا عامله سيد فريد، وان شاء الله يقوم سليم. بس النهارده الاعلامي الكبير حسين عبد الغني كان واقف جنب الاستاذ حمدين صباحي، فكرني بيديله ورقه ويكتب له، فكرني بمرشد العام لما كان واقف جنب الدكتور مرسي ويقول له القصاص، فكل شويه يروح كاتب حاجه وبديها له بيفكره، ففكرني بالمرشد. طبعا انت بتدير الندوه، اقعد بعيد عن الراجل، ما شفناش زعيم واحد يعني بيديله ورقه كل شويه عشان يذكره بحاجات يعني. انما كان مؤتمر ناجح عموما، ونقدر ان شاء الله ان احنا بدأوا من الصعيد وتنميه الصعيد، ونتمنى ان شاء الله كده ان تكون مباراه كويسه، ما نلعبش بالشباب، ما نقولش انت سجنت ليه ومسكت ليه، ما نشعجلش الدنيا. طلع على طول حسام عاشور ونزل مانجا اخيرا في نص الملعب، التغيير الثالث مانجا نزل فيه، وطلع حسام عاشور اللي عمل مجهود كبير جدا جدا. اخر تغيير، يبقى لما اقول في شباب ممسوك يبقى انا في قضاء، انت واثق في القضاء يبقى اسكت، انما ما ولعش الدنيا، يعني الدنيا مش ناقصه توليع، انما ولعها ادي وعود، اشغل الشباب ماشي، ادي افكار، انما مش عاوزين اسفينات. المهم نرجع لمرجوعنا، مباراه في الشوط الثاني، ونزل رقم 8 عبد الرحمن فاروق مكان سيد فريد. عبد الرحمن فاروق نزل رقم 8 مكان سيد فريد، وسيد فريد وخلاص بقى، يعني ايه كل فريق بيحضن على النقطه بتاعته، هل واحد من الاثنين هيعكنن على الثاني؟ ده اللي هنشوفه. دي سيد حمدي كاد يعكنن على سموحه، المباراة ممكن أي حد يعكنن على أي حد، أدي نوع من العكننة كانت لسيد حمدي، والراجل أهو يعني ضربة مرمى لنادي سموحة.
إذا عبد الرحمن فاروق نزل مكان سيد فريد، ومانجا نزل مكان حسام عاشور، ويبقى كل فرقة كده عملت الثلاث تغييرات بتوعها وواحد واحد. وعلى فكرة النتيجة نقدر نقول عادلة حتى الآن، الشوط الأول ما يتحسبش بالنسبة للفرقتين، والشوط الثاني بيتقاسموه. إن كان النادي الأهلي الصراحة يعني أكتر محاولات هجومية وأكتر استحواذ بالحركة، الشوط الأول كان استحواذ على الواقف، واخد بالك كده زي فريق يعني الشمس اللي احنا قلنا عليه مش هنخاف. وايضا الشوط الثاني ما بقاش فريق الشمس، ده فريق النادي الاهلي بفضل تحركات اللعيبه والجهاز الفني لنادي الاهلي. صراحه في فتح مبروك كده، انا حاسس حمل شويه حاجات كده انعشت الدنيا. تتلعب الكوره ايضا حماده سيدي عامل ماتش كويس، انما نقدر نقول الشوط الثاني للنادي الاهلي، ولو ما خدش باله نادي سموحه نقدر نقول هتروح منه النقاط. ادي هشام فتح الله اللي نزل وضربه راس، وده شريف حازم، وضربه ركنيه للنادي الاهلي، ضربه ركنيه للنادي الاهلي. وادي حمودي، ارجع يا جدو، وادي يا سيد فريد اللي طلعوا، وادي جده، ده جده بيلعب يا جدعان. تتلعب الضربه ركنيه عرضيه عرضيه عرضيه، تعدي وتعدي، مفيش مفيش، وهتبقى في اوت، تبقى اوت. رمي التماس لنادي سموحه. 42 دقيقه، حماده خلاص بقى خايف، ومين اللي جنبه اللي قام ده هو مدونا اسمه. وتتلعب الكوره ورمي التماس، خلاص حماده قال لك نقطه، عصفور في اليد خير من 500 على الشجر. ايضا انا بقول برضو فتحي مبروك بيقول كده، ولكن هنشوف هل العصافير هتطير ولا ايه بالظبط هنا او هنا. علاء اللي عامل ماتش كويس قوي، وبيقابله على طول سعد سمير، واخد المهمه انه يقابله، بيقابله شرع وغير شرع، ورمي التماس، وبيقول له في ايه يا كابتن، لازم تاخد انذار انت يا كابتن. اهو اهو هو بقى واخد واجب، قابل الولد ده من بعيد، ما تخلوش يجي لك. الصراحه هو ذكي في الحته دي، سعد سمير قال لك لما بيجي هنا بيرقصني وسريع، لا انا قابله هنا، كل ما قابله هنا اضربه، كله اهو ضرب ضرب علقه جامده قوي. يعني الراجل علاء عبد العال، علاء عبد العال ايه؟ علاء علي، وانذار لسعد سمير. مباراه النهارده اسمه عز محمد، وسعد سمير خد انذار، والنور ولع عندي هنا في الاستوديو التحليلي، كابتن احمد شوبير قادم، ومعه هيئه محللي سي بي سي 2، كابتن حسن مسكاوي، كابتن خالد بيومي، طبعا ايمن يونس غياب بلا اذن النهارده، مدير اداره الانتاج ابراهيم علي، مدير الانتاج محمد عطيه. وادي فرصه هدف وتتلعب، الله لا الله فين، ما انت لعبها بوش رجلك الداخلي، انت واخده بعضها وطالعه كابتن جده. النهارده محمد عطيه، محمد فهمي مدير انتاج عطيه طبعا، محمد فهمي، محمد وجيع، عصام عصران اجازه، وليد عبد السلام رئيس تحريرنا، وبدأوا يساعدوا مايكل وليد قاسم ومحمد حامد معدين، ومراسل ملعب مدحت السيد، مدير تشغيل محمد العشري، والمخرج محمد عظيمه، وهويده النجار مساعده المخرج، ومخرج هناك في الملعب محمد نصر. تتلعب الكوره وتنزل، والاهلي بيحاول، و44 دقيقه من زمن الشوط التالي، واحد الاهلي واحد سموحه، واي حاجه ممكن تحصل في هذا اللقاء هنشوف. وضربه حره مباشره لنادي الاهلي، تتلعب الكره على طول وتنزل، دفاع نادي سموحه مصحصح لغايه دلوقتي، نقدر نقول بقى نسبه الاستحواذ 6 دقائق وقت بدل ضائع، بيعلن عنهم الحكم يعني احمد الدليل حكم الرابع، انا شايف الاستوديو التحليلي شاف 6 دقائق رجع تاني، باين قال لك لسه بدري. تتلعب الكوره زي ما دي كوره معاده اهو، وخط ظهر نادي سموحه عامل ماتش كويس قوي، وخط وسطه المباراه كويسه في الشوط الثاني فقط، اما الشوط الاول لا يحسب في عالم المنافسه ما بين فرقتين في المربع الذهبي. تتلعب الكوره والخطوره عدمت تماما لنادي سموحه في الشوط الثاني، انا كنت اظن ان بابا اركو وهاني العجيزي في الشوط الثاني هيقدروا يضحكوا على سعد سمير ومحمد نجيب، انما النادي الاهلي ضغط عليهم وما اداهمش فرصه، وفتحي مبروك غامر بثلاثه فراوده على حساب نص الملعب، خروج مودي ريح الدنيا، علاء علي هو اللي فاضل دلوقتي يعني جامد قوي على خط ناحيه اليمين،
وادي جده يقطع كوره وتنزل لمحمد نجيب يلعبها محمد نجيب وماشي يسلمها في نص ملعب مقطوعه وتنزل ويقطعها. يعني نادي سموحه عامل بلوك دفاعي كويس قوي في نص الملعب وفي الخلف على طول. عبد الرحمن فاروق اللي نزل مكان سيد فريد يلعب الكوره تخبط تروح لعبد الرحمن مره ثانيه تنزل الكوره ورايا وصفاره على بابا اركو. بابا اركو ورايا وصفاره وضربه حره غير مباشره لنادي سموح 1-1. بنلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضائع اللي مدته 6 دقائق وتنزل الكوره لرامي. رامي ناحيه اليمين عند احمد فتحي وحزاني بقى للاهلي ينقل محمد فتحي مره ثانيه من مكانه خلاص الراجل بيقول لهم انا مش بتاع خط وسط. تنزل الكوره على طول لعبد الله السعيد وتروح الكوره عند فتحي وفين هنا ثلاثة فراوده تعدي. هل سيد معوض يعمل حاجه تاريخيه؟ الله انما بينطوا لتحت مفيش كرات كانت زمان النادي الاهلي جده يجيبها وغيره يجيبها انما بينطوا لتحت ورفعه من رفعات سيد معوض الجميله بتاعه زمان تعدي وتبقى ضربه مرمى لنادي سموحه. كابتن فتحي مبروك بيشد قصر لاعبته عامل ماتش كويس عمل تغييرات الشوط الثاني كويس اللياقه البدنيه كويسه نادي سموحه عامل شوط كويس وبرده انما الخطوره كل خطوره من الجنب اليمين النادي الاهلي اللي ممكن لغايه دلوقتي ممكن يحدث فيها اهداف لو هو صمم لو الكرات العرضيه تستثمر. لا زالت المباراه على صفيح ساخن ولا زال التعادل 1-1 قائم بين النادي الاهلي ونادي سموحه وهاني العجيزي يلعب الكوره لعلاء علي انما خلاص سعد سمير حطه في جيبه في الشوط الثاني ومحمد نجيب صحصح في الشوط الثاني ونص الملعب في النادي الاهلي يعني ظابط نفسه رغم انه باتنين بس مانجا ورامي ربيعه انما تنزل الكوره لجده يلعبها على طول عند سيد ترجع كره في نص الملعب عند مانجا مانجا يلعب لسيد معوض سيد معوض يفتح ملعب في نص على طول تنزل مين هيشوط من هنا تفتح اللعب جنب اليمين لنادي الاهلي مفتاح جميل في الشوط الثاني انما يلعب وحش قوي احمد فتحي تنزل في نص الملعب وتبقى هجمه خطره لسموحه. ادي هادي العجيزي تطول مين ده من تطول من تقريبا طارق حامد وهجمه للنادي الاهلي وهتخد على الجنب اليمين ومن الجنب اليمين والعرضيه يا دي فرصه هدف ثاني من عمرو جمال نفس الفرصه بتاعت عبد الله السعيد وكان هدف اكيد للنادي الاهلي لسه الكوره في الملعب وتصويبه فوق وضربه مرمى لنادي سموحه. العنايه الالهيه تنقذ النادي الاهلي من فرصتين. بصوا حضراتكم ادي سيد حمدي يلعب كوره عرضيه جامده جدا يعني ايه بصوا 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 تروح الكوره من عمرو يعني بطريقه غريبه جدا ادي سيد وادي عمرو عاوز تعمل فيها ايه وادي سيد مره ثانيه وادي عمرو وادي سيد وادي عمرو حط رجلك ما حطش رجله عدت ما حدش حط رجله للمره الثانيه زي عبد الله ما حط رجله ولمس الهواء. الكرات العرضيه بالزوفه بالزوفه للنادي الاهلي وهذا صدقي لم ينجح ان هو يعمل صده في جبهه الشمال بتاعته وسايب ايمن اشرف لوحده اتهرى ايمن اشرف ما لقاش معاونه الراجل في الشوط الثاني ودي شغل كوتش بقى انه لازم يبقى عارف قاعد اصد الحته دي ازاي. فتحي مبروك جازف ورمى ثلاثه فراوده وعموما 4 دقايق وداخلين في الدقيقة 5 والاهلي عامل زي الملاكم اللي عاوز يضرب القضية وسموحة واقفة على رجليها جامد جدا و1-1 للنادي الاهلي. 1-1 للنادي الاهلي ايه؟ النادي الاهلي مستحوذ والافضل في الشوط الثاني انما 1-1. ما تنسوش الاهلي عنده 29 نقطة وسموحة 32 نقطة يعني نقدر نقول لقاء يعني اللي كسبان فيه أكتر سموحة واللي كسبان أكتر وأكتر نادي الاتحاد اللي عنده 30 نقطة وهيلاعب النادي الأهلي يعني يوم 7/5 مباراة تانية إيه ما بين نادي الاتحاد والنادي الأهلي في اسكندرية تقريبا وهيبقى لقاء 30 نقطة مع 30 نقطة. بس أنت هتقولي هو الماتش خلص عشان تقولي 30 نقطة قلت طب خلاص نسكت ما نقولش حاجة هنا هنا حتى الآن 29 نقطة وهنا 32 نقطة وبنلعب في الدقيقة 6 من وقت البدل الضائع اللي مدته 6 دقايق في شوط جميل من كلا الفريقين خاصة النادي الأهلي تتلعب الكرة على طول ناحية الشمال تنزل وحزاري وبابا أركو على طول بصوا بصوا
بيستغل يا على اللقم بتاعه، انما برافو رامي ربيعي يحط رجله، والحكم ابراهيم نور الدين عاوز يروح بيبص في ساعته وماشي علاء ماشي علاء ماشي علاء، معركه هنا معركه هنا، وسعد سمير قالوا له روح على الراجل ده، مالكش دعوه الا بالراجل ده. الراجل ده عمل ايه في الراجل ده ما نعرفش، صفر ابراهيم نور الدين بفاول للراجل ده اللي هو سعد سمير، وضربه حره مباشره، ويصفر اخيرا حكم اللقاء ابراهيم نور الدين بانتهاء الشوط الثاني الجميل، وتنتهي المباراه الجميلة بتعادل النادي الأهلي 1 وسموحة 1، يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى 30 نقطة، يرتفع رصيد سموحة إلى 33 نقطة، وينتظر نادي الاتحاد النادي الأهلي يوم 7/5 إن شاء الله. أعزائي مشاهدي قناة سي بي سي 2، كان معكم المعلق الرياضي محمود بكر، وأترككم للاستوديو التحليلي الكابتن أحمد شوبير والناقد الرياضي حسن مسكاوي والكابتن خالد ديومي، فإلى هنا. Thank you.